السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة معانا في التك ليدرشيب ستوريز وقصص صناعة التكنولوجي في مصر، واللي هي تعتبر يعني فعلا اتعملت هنا في مصر واحة من في الصناعة ديت، وحاجة اتعملت عكس التيار تماما. ودايما كل حلقة من الحلقات اللي فاتت استضفنا أساتذة متميزين واستضفنا ناس من رواد الصناعة دي في مصر. النهاردة بنتكلم مع رائد تاني فتح باب جديد وسبح هو نفسه عكس التيار عشان يوصل اللي احنا فيه دوت، أو جزء، أو هو ما شاء الله أحد الأيدي العاملة النظيفة اللي ما شاء الله ناس كتير بتتعلم منها على مستوى الأكاديمي وعلى المستوى العملي وعلى مستوى البيزنس وعلى مستوى الأبليكيشن وعلى مستوى الثيوري، ما شاء الله على كذا مستوى. الدكتور هشام عمران حد من الناس اللي فعلا سبحت عكس التيار، وفعلا فعلا مسرور جدا جدا اتعرفت على حضرتك يا دكتور هشام، واهلا وسهلا بيك في النهارده معانا حلقه تك ليدرشيب ستوريز وقصه مصر المايكرو وقصتك بقى لغايه ما وصلت للمكان ده. شكرا جزيلا على المقدمه، وان شاء الله تبقى حلقه مفيده يعني لكل الحضور باذن الله. بإذن الله يا دكتور. أنا يعني بصراحة يعني القصة بتاعت حضرتك كان يعني أعتقد إنها إيه بادية من بدري قوي، من أيام ما حضرتك كنت يمكن معيد من الأول، وبعدين بعد كده moving forward اتجاه اللي اخترته عشان تعمل الـ PhD بتاعتك، فحابب قوي يعني أعرف البداية بقى، يعني البدايات بدأت يعني بالتفكير مش إزاي بالكلام ده كله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أحب أبدأ من مرحلة البكالوريوس في الحقيقة، يعني لأن مرحلة البكالوريوس تبقى هي في حياة كل مهندس من المراحل المحورية اللي بتخليه يختار الكارير باث بتاعه، من بداية إن هو يختار التخصص العام بتاعه ثم التخصص الدقيق، بعد كده بيكتشف إن هو محتاج يتخصص جوه التخصص جوه التخصص. فبتبقى المرحلة دي مرحلة يعني حرجة ومهمة قوي إن الواحد فيها يكتشف الإيه، الحاجة اللي فعلا بتناسب إمكانياته وبتناسب شغفه وبتناسب الكارير اللي هو عايز ياخده. يعني أنا بالنسبة لي في مرحلة البكالوريوس التخصص بتاع الإلكترونيكس كان في الحقيقة من التخصصات اللي شدتني جدا، ولو قعدت أفكر كده يعني ليه الواحد اختار التخصص ده، ممكن يعني ألخص الموضوع في ثلاث أسباب. أول سبب ويمكن أهم سبب إن كان عندنا في الكلية في هندسة عين شمس مجموعة من الأساتذة المتميزين جدا في تخصص الإلكترونيكس، ومجموعة من المعيدين الأذكياء جدا المتميزين جدا برضو في تخصص الإلكترونيكس. فدي حاجة من الحاجات اللي بتشد أي طالب شاطر في الحقيقة. يعني طبعا يعني أسماء كتير قوي ممكن أقولها، دكتور خالد شرف، دكتور هاني فكري، دكتور وائل فكري، دكتور عماد حجازي، دكتور حسن الغطاني، دكتور محمد دسوقي، الأعلام بتوع هندسة عين شمس طبعا. ومن ناحية المعيدين بقى اللي هم بعد كده بقوا دكاترة أو سافروا برا وشغالين برا دلوقتي، سامح ويسر وباسل وياسر صبري وغيرهم في الحقيقة كتير يعني، وأحمد عشري طبعا في ADI دلوقتي. فوجود في الحقيقة أعضاء هيئة التدريس دايما مميزين في مجال ما أوتوماتيكيا بيبدأ يعني أكت أز مغناطيس يبدأ يشد الطلبة الشاطرين عشان يتخصصوا في المجال ده. الحاجة الثانية يمكن المميزة أوي في مجال الإلكترونيكس إنك بتقدر تعمل حاجة وتشوف الأوت بتاعها قدام عينيك، يعني من بداية إنك بتبني دايرة في المعمل وعلى البريد بورد وتشوف الأوت بتاع الأوسيلسكوب، وتقدر إن أنت تحس إنك فعلا عملت حاجة، مرورا بإنك تستعمل مثلا مايكرو كنترولرز وإف بي جي إيه، مرورا بإنك بتقدر تعمل سيميليشنز على مثلا برامج محاكاة وتشوف الأوتبوتس قدامك من برنامج المحاكاة. كل الحاجات دي بتحسس الإنسان إن هو بيعمل حاجة، بيقدر إن هو يديزاين حاجة معينة ويشوف الأوف بتاعها مباشرة. فدي برضو من الحاجات اللي بتشد الطلبة وشدتني أنا شخصيا في الحقيقة. الحاجة الثالثة المميزة قوي في مجال الإلكترونيكس إن هو في تشغيل مخ عالي قوي من غير ما يكون فيه تعقيد رياضي. يعني في بعض المجالات التانية في الهندسة يمكن تقدمت لنا أثناء ما إحنا كنا طلبة بشكل يعني معقد شوية رياضيا، مش بيحسسنا بالابليكيشن او مش بيحسسنا بالمعاني اللي ورا المصطلحات والمعادلات دي. فدي حاجه من الحاجات اللي بتنفر الطلبه الى حد كبير، واللي انا بحاول اتجنبها دلوقتي بحرف الام يعني. لا مش عايز، انا مش عايز اقول، انا حاسس الموضوع مبهم بقى واسيب كل واحد هو اللي يفكر بقى. فالحقيقه الالكترونكس يعني من جمالها ان هي فيها تشغيل مخ عالي جدا، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي تعقيد رياضي. فدي كانت برضو بالنسبه لي حاجه جذابه جدا وشدتني ان انا اتخصص في مجال الالكترونكس يعني. وطبعا مشروع التخرج بيبقى لحظه يعني مهمه برضو في حياه اي طالب هندسه، ان هو بيبدا يحطه على طريق التخصص الدقيق بتاعه.
انا في الحقيقه في مشروع تخرج بقى يعني اتعاملت بسذاجه شويه وببراءه عاليه جدا، ما كانش عندي قوي تفكير في موضوع الصناعه وهشتغل فين وهشتغل ايه. الحاجه الوحيده اللي انا كنت بفكر فيها ان انا كنت بحب دكتور خالد شرف جدا، وهو يعني طبعا كان ولايا زي القدوه ليا والناس كتير يعني، فانا قلت انا عايز اعمل مشروع مع دكتور خالد شرف. المشروع بقى بيدور حوالين ايه، هيعمل ايه، مش مهم، انا عايز اعمل مشروع مع دكتور خالد وبس. العاطفه ممكن توصل لدرجه انك يعني مش بس تختار التخصص، عندك ثقه عمياء في اللي بيقوله الدكتور او اللي هو بيختاره عشان انت بتحبه. فيعني يا سبحان الله القدر بقى ان كان في مجموعه من الطلبه، كانوا 9 طلبه، هم كمان كانوا عايزين يعملوا مشروع مع دكتور خالد شرف، وكان عندهم في الحقيقه افكار كتير قوي، وقالوا لي تعالى انضم معانا بقى وناخد كلنا مشروع واحد مع بعض. وكان جروب جميل جدا بصراحه، منهم ناس كتير كملت في المجال بتاعنا، وكان من ضمن الجروب ده محمود البنا حاليا في ميكسل، اشتغلت انت اكيد معاه كتير وتعرفه. ومنهم طبعا ناس تانية برضو معظمهم للاسف يعني سافر بره مصر، بس لسه اكتف في المجال بتاع الالكترونكس. والمشروع بتاعنا في الحقيقه كان الحاجه الحلوه برضو اللي فيه ان هو كان بيجمع ما بين الديجيتال والكوميونيكيشنز والانالوج، وانا برضو يعني ببراءه الطالب اللي هو عنده شغف ان هو حابب يتعلم حاجات كتير، كان نفسي ان انا اتعرض لحاجات كتير واتعلم حاجات كتير. ما كانش عندي قوي فكره الايه ان انا اتخصص تخصص دقيق قوي، ويمكن دي حاجه يعني ما بنصحش بيها الناس دلوقتي، العكس ان سوق العمل دلوقتي بقى متخصص تخصص دقيق قوي، فانك تتعامل بالبراءه دي يعني حاليا ممكن ما توصلكش. انا لحسن حظي الحمد لله يعني بالذات ان انا كنت حابب اصلا المجال الاكاديمي، وموضوع ان انت يبقى عندك يعني قاعده عريضه في مجالات مختلفه بيفيدك في البحث العلمي، فدي حاجه فادتني لحد كبير. لكن طبعا لو حد ناوي ان هو يشتغل في الصناعه في تخصص دقيق معين، فطبعا بيكون الانسب له ان هو ياخد التخصص الدقيق ده من البدايه. فيعني كانت تجربه جميله جدا الحمد لله، تجربه مشروع التخرج، والحمد لله يعني اتعلمت فيها حاجات كتير قوي، سواء بقى في الديزاين او في الكوميونيكيشن سيستمز. وبعد التخرج طبعا بتبقى عندك مرحله فاصله ان ليه انا هعمل ايه، انا هروح فين وهعمل ايه. انا بالنسبه لي كنت حابب قوي المجال الاكاديمي، ونفسي ان انا اتعين في الكليه واشتغل معيد في الكليه، بس طبعا التعيين في الكليه بيتاخر شويه، وبالاضافه لكده يعني معظم المعيدين كانوا بيشتغلوا في الشركات جنب الايه، جنب الشغل في الكليه. فبدات افكر ان انا هسلك نفس الطريق. وكان وقتها يعني سيليكون فيجن، ساي فيجن اللي هي دلوقتي يعني كان اسمها سيليكون فيجن، كانت لسه فاتحه، وكانت ساي وير بقى لها كام سنه. طبعا ساي وير ما كانتش زي دلوقتي، ساي وير كان فيها الايسك تيم اللي هم بيشتغلوا في الانالوج والديجيتال اي سي ديزاين، اللي هم حاليا بقى اتقسموا بقى جودكس وبقوا بيرل سيمي كوندكتورز، وكان فيها التيم بتاع السبكترومتر اللي هو كان فيه ناس شغاله في المامز والاوبتكس، وناس برضو شغاله في الالكترونكس والسيستم ليفل. كان ساي وير بتضم الناس دي كلها يعني. فانا بصراحه كنت حابب يعني بيئه العمل في ساي وير والناس اللي في ساي وير، فيعني الحمد لله من حسن حظي ان انا جالي اوفرز من الاثنين، من سيليكون فيجن ومن ساي وير، واخترت ان انا اروح ساي وير، والحمد لله يعني الاختيار ده سعيد بيه. طبعا سيليكون فيجن ساي فيجن شركه جميله، وكلنا بنفخر الحمد لله بالانجازات ما شاء الله اللي هي حققتها، والاكسبانشن الجميل اللي هي عملته، ربنا يوفقهم يعني. بس بالحقيقه وجودي في ايام الله يرحمه وايام احمد سعد، بالظبط كان احمد سعد وطارق، انا عملت انترفيو مع احمد سعد وطارق. فساي وير بقى يعني دخلت في السبكترومتر بروجكت. انا فاكر في الانترفيو قالوا لي لما لقوا ان انا يعني انالوج شغال شويه انالوج شويه ديجيتال، قالوا انت تحب تشتغل انالوج ولا ديجيتال؟ قلت لهم في الحقيقه ما عنديش مانع، انا بحب اتعلم والحمد لله بتعلم بسرعه. فقالوا طب كويس جدا، هو ده اللي احنا عايزين. طيب فهم مدخلني في السبكترومتر، ويعني انا ما كنتش عامل حسابي، بس طلع يعني ان انا محتاج اتعلم كتير قوي 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 فعلا، واتعلم بسرعه قوي 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 برضو، لان السبكترومتر طبيعته ان هو كان برودكت، ودي كانت حاجه نادره في الشركات في مصر ان يحصل برودكت ديفلوبمنت. ففي ظل الستارت اب زي ساي وير بتفرض عليك انك تلعب كذا رول، بتفرض عليك تلعب ادوار كتير قوي. فاشتغلت بالحقيقه في السبكترومتر ادوار ما كنتش اتخيل ان ممكن اشتغلها، اشتغلت شويه انالوج وشويه ديجيتال، اف بي جي اي وايسك وبي سي بي ومايكرو كنترولرز امبيدد وسوفت وير ديفلوبمنت وانترفيسنج، يعني كانت حاجات كتيره قوي قوي ما
الواحد بصراحه اتعلم منها الحمد لله حاجات كتير، وكانت تجربه من التجارب الغنيه جدا. ودي يمكن من ميزات الستارت ابس، الناس دايما بتسال اروح ستارت اب ولا اروح شركه كبيره. من ميزات الستارت ابس ان انت بتتعجن في حاجات كتير وبتلعب ادوار كتير، فده بيسري من القاعده المعرفيه بتاعتك، ودي الحمد لله من الحاجات اللي فادتني في الكارير بتاعي بعد كده. وطبعا يعني الناس اللي في ساي وير يعني لسه الحمد لله يعني بعتبرهم مش مجرد بس ان الواحد اكتسب خبرات يعني عمليه، لكن اكتسب مجموعه من الاصدقاء ونتورك جميله جدا. لسه الواحد سعيد ان هو يعني كان عارف الناس دي واشتغل معاها، بدايه طبعا بدكتور هشام هداره، مرورا بالمانجرز بتوعي. انا كان البروجكت مانجر بتاعي دكتور عمرو حافظ، ده كان البروجكت مانجر، واللاين مانجر بتاعي كان دكتور عمرو وصال، اكيد طبعا يعني تعرفهم. واكيد طبعا اي واحد يشتغل مع دكتور عمرو حافظ دكتور عمرو وصال هيبقى عارف يعني قد ايه هم ما شاء الله ناس يعني فعلا تبقى سعيد انك بتشتغل معاهم يعني. وسبحان الله كده كلامك يؤكد ان ساي وير تعتبر مايلستون كبيره جدا، وتعتبر زي شجره او زي ما نقول اساس او جذور، هي اللي كونت البذره والحاجه اللي اتكونت عليها معظم النجاحات اللي حصلت بعد كده في مصر. سبحان الله، يعني الجيل بالذات الاولاني عنده جرأة كبيرة ان هو كمان يعمل انتربرينورشيب ويفتح شركات واتراك ناس ويليد بعد كده، فواضح ما شاء الله ان يعني ربنا يبارك بقى. اكيد طبعا ما شاء الله طبعا يعني كانت تجربه رياديه ومهمه جدا فعلا في الايكو سيستم بتاع الصناعه دي في مصر على العموم. صحيح. انا ممكن استاذن حاجه في حاجه، ان في ناس بيستاذنوا ان هم يسالوا اسئله. لا، هو الشات والكومنتس اسالوا على طول، حطوا على طول الكومنتس، حطوا على طول الاسئله بتاعتكم، يعني بلاش ايه، وهنبقى وقتها ان شاء الله هنجاوب يعني. فمحمد علي او حسين اسالوا الاسئله على طول على الشات، ودي طريقه التفاعل بتاعه الاودينس بتاعنا، وهنطلع ان شاء الله السؤال وقت ما يكون ميعاده باذن الله يعني. تمام، فمعلش انا اسف عشان الايه اللي معانا متابعين يبقوا عارفين. اتفضل يا دكتور هشام. اسف، معلش. شايف حد بياكد اهو ان حضرتك يعني سبب من اسباب ان حضرتك طلبه يخشوا في مجال الالكتروني. ربنا يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. طبعا ان بارل بقى مع الشغل في ساي وير، كنت في اتعينت في الكليه بقى كمعيد، وطبعا الشغل الاكاديمي بيوديك في مسارين، مسار البحثي والمسار التعليمي، يعني عندك الادوكيشن وعندك الايه وعندك الريسيرش. فمن ناحيه الريسيرش، من الحاجات في الحقيقه اللي كانت يعني ولا تزال في الحقيقه بتؤرقني وبتضايقني جدا، ان المجهود الكبير اللي بيحصل في مشاريع التخرج او في رسائل الماجستير بيتحول الى بحث على الرف، مجرد شويه ورق بتعملهم، حتى لو نشرت بحث علمي والناس هتروح في المناقشه والناس هتسقف لك، وفي الاخر الشغل بيتركن وما بتحسش ان في ثمره او اوتبوت حقيقي خرج من الشغل بتاعك. فكان نفسي ان انا اكون حاجه مختلفه. رحت وقتها، انا فاكر رحت وقتها للساي وير يعني للمانجرز بتوعي، وقلت لهم يا جماعه انا هعمل ماجستير وانا هختار اللي انا هعمل فيه الرساله بتاعتي، فلو اقدر اعمل حاجه تكون مفيده للشركه يعني هيبقى عندك باحث مجاني، يعني انا مش هاخد فلوس ولا حاجه على الشغل اللي انا هعمله في ماجستير، انا مجرد نفسي ان انا اعمل حاجه واحس ان الحاجه دي ليها ايه، واحس ان الحاجه دي ليها ثمره يعني. لكن يعني في الحقيقه ما كانش فيه يعني توفيق في الحته دي، ودي معضله من معضلات الشركات في مصر اللي شغاله في المجال بتاعنا، ان نتيجه ان ما فيش لونج تيرم بروجكتس او لونج تيرم برودكتس محتاجه ريسيرش اكتيفيتي، بيكون صعب جدا انك تالاين الريسيرش اكتيفيتي اللي بيحصل مع الاكتيفيتيز اللي بتحصل جوه الشركه. وده هي حاجه يعني الشركات معذوره فيها، ان طبعا السوق ما بيرحمش كده زي ما بيقولوا، وطبيعه الشغل وطبيعه ديناميكيه جدا ومرتبطه ارتباط كبير بالكاستمرز للشركه بتخدمهم بره مصر، وبالذات مشاريع ديزاين سيرفيسز هي اللي بيكون فيها برضو تغيرات كبيره وتنوعات كبيره. فحكايه ان انت يعني تالاين المجهود اللي بيحصل في مشاريع التخرج وفي رسائل الماجستير بحيث ان هو يخدم الصناعه في مصر، دي من الحاجات اللي انا كان نفسي ان هي تحصل من ساعه ما انا كنت طالب ماجستير، ولحد دلوقتي في الحقيقه بعتبر ان ده من التحديات اللي انا بحاول بقى اساعد فيها الطلبه على قد ما اقدر يعني. ف ما قدرتش ان انا اعمل الوصله دي ما بين البحث العلمي وما بين الشغل في الشركه، فبالتالي قلت خلاص طالما ما فيش الوصله دي يبقى على الاقل الواحد يعمل ماجستير في الحاجه اللي هو بيحبها مع الشخص اللي هو بيحبه. فبرضه دخلت في ماجستير مع دكتور خالد شرف، واشتغلت برضه في حاجه بريدج ما بين الانالوج والديجيتال، يمكن انا كنت بحب برضه الانالوج ديزاين والديجيتال ديزاين، فاشتغلت في حاجه يكون فيها انالوج ديزاين يكون فيها ديجيتال ديزاين سواء ايسك او اف جي اي،
وانا فاكر في مناقشه الاستاذ الماجستير بتاعتي كان الممتحنين دكتور سراج حبيب من جامعه القاهره ودكتور هشام هداره من جامعه عين شمس. طبعا كل واحد فيهم مدرسه في الحقيقه، دكتور يعني سراج مدرسه في جامعه القاهره ودكتور هشام هداره مدرسه في جامعه عين شمس. فيعني الحمد لله كانت يعني تجربه جميله برضو، الواحد اتعلم فيها كتير. ما قدرش يحقق الهدف اللي هو عايزه بالظبط، بس على الاقل الواحد اتعلم وعمل حاجه هو شغوف بيها وهو بيحبها. اللي في الحقيقه نجح شويه في الموضوع ده، وانا بخبطه يعني على الموضوع ده، دكتور خليل في الاوبتكس والمامز، نتيجه ان السبكترومتر في ساي وير هو مشروع لونج تيرم ومشروع محتاج ريسيرش اكتيفيتي. فبصراحه دكتور ضياء ما شاء الله عرف ان هو يوفق ما بين ابحاث علميه كتير حصلت في رسائل الماجستير وفي رسائل الدكتوراه وما بين المشروع بتاع السبكترومتر. فانا يعني اتمنى ان احنا نقدر برضو نعمل حاجه زي كده باذن الله في المجال بتاع الالكترونكس. دكتور ضياء ما شاء الله خد جائزه الدوله التشجيعيه السنه اللي فاتت ما شاء الله، صح؟ لا دكتور ضياء خد جائزه الدوله التقديريه. التشجيعيه دي للصغيرين اللي زيي، وطبعا دكتور ضياء خد جائزه الدوله التقديريه. الله، ده ممكن يكون ده جزء من السبب، يعني ان هو ربط المشاريع البحثيه بالجامعه وال يعني ده ممكن يكون جزء من الموضوع. انا عارف طبعا دكتور ضياء ما شاء الله من ايامنا احنا وما شاء الله خط اللي بدا ليه مجهود ففعلا ان هو يطور دماغنا احنا كطلبه، اصلا كان يعني مدهش قبل كمان ما يبقى فيه اللينك بتاع الاندستري اللي حصل ده والساي وير والديفلوبمنت اللي حصلت فيها. فربنا يبارك فيه وفي مجهوده، يعني فعلا معتز جدا جدا ان عديت عليك كطالب في يعني في لقطه كده. الحمد لله. تمام. ان بارل طبعا مع الشغل والريسيرش اكتيفيتي مطلوب منك كمعيد انك تدرس، والحمد لله يعني لقيت ان انا بحب التدريس قوي، وكنت بحاول ان انا طبعا ابقى برضو يعني مدرس شاطر زي ما انا بحاول اعمل بحث علمي وبحاول اشتغل في الشركه. كنت بحاول ان انا ادرس برضو بطريقه يعني كويسه للطلبه على قد ما اقدر. ويمكن كان يعني في معيدين كتير كان من الضغط الرهيب اللي بيعيشه المعيد، يمكن دي من الفترات العصيبه جدا في حياه اي واحد بيسلك المجال الاكاديمي، هي فتره ان هو يكون معيد، لان هو بيشتغل ثلاث شغلانات في الحقيقه. بيشتغل في شركه، ومفروض ان هو بيشتغل باحث ماجستير، ومفروض ان هو بيشتغل معيد بيدرس مواد كتير في الكليه ومعامل. فبتبقى يمكن اكتر فتره من فترات الضغط، يعني يمكن لحد دلوقتي اظن ان في فترات حياتي كانت اكتر فتره فيها ضغط يعني من ناحيه الشغل وضغط عصبي وضغط ذهني كانت فتره المعيد. ففي معيدين كتير بيجي لهم احباط وما بيقدروش يكملوا في ظل الضغوط دي، فبيقرر ان هو اما مثلا يستقيل من الشركه ويركز في الكليه، او يستقيل من الكليه ويركز في الصناعه. فان انت تقدر تجمع ما بين الاثنين بتبقى حاجه فعلا محتاجه يعني مثابره ومحتاجه مجهود. وانا فاكر كنت وانا معيد عشان افجع يعني المعيدين زمايلي الفت رساله كده اسمها انا سعيد لاني معيد، يمكن رساله صغيره كده ويمكن 4-5 صفحات لسه محتفظ بيها لحد دلوقتي، وكل ما يجي معيد محبط شويه ابعت له الرساله دي اشجعه بيها. تمام. لان فعلا انت لما يعني لما تشتغل في شركه ولما تشتغل في الجامعه، كونك في الشغل في الجامعه بتحس ان شغلك بيأثر في بني ادمين، مش بس انت شغال على سيميليتر قاعد على ماشين عمال عايش حياتك مع الكمبيوتر وبس، لا انت شغال مع بني ادمين بتأثر فيهم وبيأثروا فيك، بتتعلم منهم وبتعلمهم، ليها طعم مختلف خالص في الحقيقه. فيعني هي حاجه ممتعه لاي حد بيحب الايه، لاي حد بيحب التدريس. يعني هو يعني ان جنرال اقدر اقول ان في يعني ثلاث متع في الحياه غير المتع اللي الناس متعوده عليها بقى، المتع الحسيه يعني، في ثلاث متع في الحياه لو ربنا انعم عليك بيهم بتبقى حاجه يعني جميله جدا، انك تكون سبب في هدايه انسان، وانك تكون سبب في تعليم انسان، وانك تكون سبب في رزق انسان. الثلاث حاجات دول لو ربنا اكرمك بيهم فكده ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك نعمه كبيره قوي. لكن طبعا معلش انا بصراحه يعني عايز اقف هنا وقفه كده تاني، انك تبقى سبب، معلش كده يعني احطهم لي بعد اذنك كده ايه، انك تكون سبب في هدايه انسان، وانك تكون تمام. سبب في تعليم انسان، وانك تكون سبب في رزق انسان. ما شاء الله. فيعني الواحد حاول ان هو يثابر في المسارات الثلاثه دول، بس طبعا في الاخر بتحس ان انت استنزفت يعني، فبتيجي في الاخر بقى وعايز تروح للمرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الدكتوراه. ودي من مفترقات الطرق لاي حد بيسلك
المجال الأكاديمي بيبقى فيه يعني مفترقين طرق مهمين جدا في حياته. المفترق الأولاني هو هيعمل دكتوراه فين، والمفترق الثاني هو هيعمل إيه بعد الدكتوراه. يعني دي من القرارات اللي إيه برضو المهمة اللي بتأثر على الكارير بتاعك بعد كده. فطبعا المسار التقليدي اللي كل المعيدين زمايلنا كانوا بيسلكوه هو على طول بيغطير غربا ناحية أمريكا، وبيقعد بقى ما شاء الله 5 سنين ولا حاجة في الدكتوراه. بعد ال5 سنين يقول لك طب اقعد سنة كمان عشان اتعلم في الصناعة واكتسب خبرة. بعد السنة دي يقول لك طيب ما اقعد شوية كمان عشان احوش فلوس قبل ما ارجع مصر. يقعد له 2-3 سنين طب ما اعمل جرين كارد، طب ما اخد الجنسية الاول وبعد كده ارجع. وفي الاخر طبعا بتبقى رحلة الذهاب بلا ايه، بتبقى رحلة الذهاب بلا عودة عند معظم الناس. طبعا في ناس اكيد بتقدر ان هي يعني تجاهد نفسها وترجع تاني وتحاول ان هي تفيد بالعلم اللي هي تعلمته بالخبرة اللي هي اكتسبتها، لكن نقدر نقول ان دول نسبتهم اقل من 10%. يعني من كل 10 معيدين كان 9 بيروحوا وما بيرجعوش، ويمكن 1 هو اللي يروح ممكن يرجع وممكن ما يرجعش. وانا كان عندي في الحقيقة تحفظات كثيرة قوي على موضوع الهجرة لدولة زي امريكا او غيرها من الدول الاجنبية، يعني من الناحية الدينية والاجتماعية والاسرية، ومن ناحية تربية الأطفال والحفاظ على اللغة العربية بتاعتهم والهوية العربية الإسلامية بتاعتهم. طبعا أي واحد مهاجر حتى لو هو عرف إن هو يقدر إن هو يحط نفسه في كوميونيتي كويس وقدر إن هو يحافظ على يعني دينه ويحافظ على الهوية بتاعته، بيبقى التشالنج أكبر في الجيل الثاني ثم الجيل الثالث ثم الجيل الرابع. فبصراحة يعني فتنة كبيرة واختبار كبير قوي، ما كنتش حابب ان انا ادخله من الاول، لان هو بيبقى يعني جر رجلي كده. قلت طب خلاص هروح وبعد كده ارجع. زي ما قلت لك بقى السنه بتمد سنه والهدف بيمد هدف والمايلستون بتمد مايلستون لحد ما بتلاقي ان في كتير من الاحيان بيبقى صعب عليك قوي انك ترجع تاني. وفي الاخر الانسان بيبقى يعني متاثر جدا بالبيئه بتاعته. يعني ممكن هو مثلا قبل ما يسافر بيبقى بيقول لك لا انا، وفي زمايلي كان فاكر يعني لحد دلوقتي ان انا واحد قاعد معاهم وقالوا لا انا بس هسافر بس البي اتش دي وحرجع تاني، المعيشة برا دي لا تطاق وأنا مستحيل أعيش برا وأنا لازم أرجع مصر. لكن طبعا بعد سنة والتانية والتالتة الإنسان بيتأثر بالبيئة المحيطة، بيبدأ ياخد عليها. وفي كده مثلا يعني مشهور بيقولوا يعني كثرة المساس تفقد الإحساس. يعني الواحد لما يتعرض لحاجة كتير خلاص بيبطل يحس بيها. لو ضربنا مثلا يعني مثال، لو مريت جنب عربية قمامة مثلا أنت بتبقى مش قادر تستحمل الريحة، يعني بتبقى حاسس إيه ده، يعني ده حاجة بشعة جدا. وسبحان الله ممكن تلاقي واحد قاعد جوه العربيه دي. طبعا يعني الشخص ده احنا اكيد محتاجينه وما نقدرش نستغنى عنه، لان لو هو مش موجود هنعيش كلنا وسط القمامه. لكن هو من كتر ما هو عاش وسط الريحه دي وبيشمها بصفه يعني يوميه ما بقاش بيحس ان دي ريحه وحشه ولا حاجه، ما بيحسش ان دي بقت حاجه يعني الناس بتستبشعها من حواليه. فنفس الحكايه لما تعيش في اي مجتمع، لو انت كنت بتستبشع انك تعيش في المجتمع ده في الاول او انك تعمل الحاجات دي او انك تبقى موافق على الكلام ده او انت شايف ان في حاجات مثلا معينه دي حاجات انت مستحيل تقبلها ابدا، شويه شويه بيبدا الانسان يتاثر بالبيئه المحيطه ويبدا ان هو ينجرف ويندمج في المجتمع اللي هو موجود فيه. فيعني كل ده كان ايه بيمثل قدامي يعني رساله بتقول لي بلاش تسلك الايه، بلاش تسلك الطريق ده. طب الاختيار الثاني ان انا اقعد في مصر، والقعده في مصر زي ما قلت لك مش مشكلتها في الحقيقه في ان انت ما عندكش تمويل للبحث العلمي، مش هي دي المشكله في الحقيقه. المشكله ان انت ما عندكش تفرغ، ما عندكش باحثين اصلا. يعني مشكله التمويل في مصر حتى لو حد واخد تمويل ان هو يعمل بحث علمي، ان التمويل ده بيساعدك انك تجيب اجهزه، انك تغير مثلا في الانفراستراكشر، لكن مش بيسمح لك انك تفرغ باحثين يتفرغوا للبحث العلمي. وفي الحقيقه الباحث هو محور العمليه البحثيه. يعني لو انت جبت انسان متعلم وذكي حتى لو ما عندوش اي موارد هيقدر يعمل بحث ناجح، حتى لو ما عندوش اي موارد. لكن لو انت جبت كل الاجهزه اللي في الدنيا وجهزت احسن معامل في الدنيا بس الموضوع ده بقى مجرد اجهزه على الرف، مفيش حد متفرغ قادر ان هو يشغل الاجهزه دي ويطلع منها حاجه، الاجهزه مش هتطلع ابحاث والاجهزه مش هتعمل مشاريع والاجهزه مش هتعمل ستارت ابس. البني ادمين هم اللي بيعملوا كل حاجه. فيعني دي صحيح. احد معضلات البحث العلمي في مصر ان مفيش اصلا الباحث نفسه هو مش موجود.
يكون عندك باحث الدكتوراه بيشتغل في شركه وبيدرس وفي نفس الوقت مطلوب منه ان هو يعمل بحث للدكتوراه ما تنتظرش منه حاجه. طبعا ده لو هو قدر ان هو يكمل طبعا في ظل الضغط الرهيب ده لفتره الخمس سنين بتاعه الدكتوراه. اتفضل. والله انا هي الفكره في الموضوع ان الموضوع تفريغ باحث ده محتاج ان هو يعني على الاقل يعني يبقى عنده قوت يومه وعنده الباحثين على فكره سهلين بس هو بس محتاج حاجه تقوم بالحته الايه احتياجاته اليوميه واحتياجاته طلته ان هو يتزوج يبقى يعيش حياه كريمه زيه زي حد شغال في شركه. يعني انا اشتغلت في المجال ده سنه اول ما بدات كان مرتبي حقيقه بالنسبه للمرتبات الخريجين الاخرين كان ما شاء الله متميز جدا. اشتغلت في بهجه ساعتها انا فاكر بس كان مشكله كبيره عندي كان مشكله القياده والرؤيه انا شايفها مش موجوده فتركت المجال وكنت شايف الناس في التليكوم في الوقت ده بيقبضوا ضعف المرتب اللي انا باخده. يعني هروح التليكوم سيكتور هاخد الضعف هروح الاي تي هاخد الضعف وانا يعني كنت رب اسره يعني عندي في الاخر اطفال ف يعني فكره تفريغ باحث موضوع مش معقد بس الفكره في الموضوع ان هو محتاج بادجت محتاج يعني فعلا الاحتياجات الانسانيه بتاعته توفى ويبقى في رؤيه وفي اطمئنان ان في خطوات احنا ماشيين فيها لغايه ما نوصل. يعني لان اعتقد ان ده كان احد اسباب ناس كتير قوي مشيت ثابت المجال في جيلي انا والاجيال اللي قبلي بسبب يمكن الاحتياجات الانسانيه بتاعت الايه تفريغ الباحث او تفريغ الشخص المهتم بالمجال حتى. يعني اعتقد دلوقتي الشركات كتير حلتها الحمد لله. الحمد لله. في الالكترونيكس لا ما اقدر اقول لك لا برضو يعني البحث العلمي عندنا لا يزال معتمد على طلبه الماجستير وطبعا البحث العلمي في العالم كله انت محتاج طلب الدكتوراه. طلب الدكتوراه هو اللي عنده خبره عاليه هو اللي عنده نضوج الى حد كبير هو اللي عنده وقت ان هو يقعد خمس سنين اربع او خمس سنين عشان فعلا يعمل حاجه ليها معنى. لكن طبعا احنا ما عندناش طلب يعني نادرين جدا طلبه الدكتوراه المتفرغين في مصر يعني اقدر اقول ان هم شبه معدومين والبحث العلمي معتمد على طلبه الماجستير اللي هم في نفس الوقت زي ما بقول لك بيعملوا حاجات تانية كتير جنب الايه جنب البحث العلمي فبالتالي بيكون الريسيرش اوت بتاعهم مهما كانوا شاطرين ومهما كانوا اذكياء بيفضل دايما محدود. فكنت واقع زي ما بيقولوا كده ما بين اختيارين يعني كلاهما مر اختيار ان الواحد يسافر امريكا واختيار ان الواحد يقعد في مصر. يمكن لو عملت كده فاست فورورد بس يعني انا بعد كده سافرت امريكا كتدريب فانا فاكر كنت في رمضان هناك وبصلي في مركز اسلامي في البي اريا في كاليفورنيا اسمه الام سي اي ده من المراكز الاسلاميه الجميله جدا في امريكا وكنت بصلي التراويح وجنبي راجل كده لطيف يعني كبير كان بيصلي جنبي فبعد ما خلصت صلاه التراويح بتعرف عليه وكده واخبارك ايه وانت منين والكلام ده مصري وفي امريكا من زمان فهو بيدردش معايا بيقول لي انا ابني بيشتغل مع الجيش الامريكي في العراق. اللطيف ان هو يعني بيقول لي كده اكني مثلا بيقول لي ان ابني بيشتغل في ماكدونالدز مثلا يعني هو الموضوع بالنسبه له يعني بيتكلم عن حاجه عاديه جدا. انا بكلمك عن واحد بيصلي التراويح في رمضان في المسجد فما بالك بقى يعني بشخص تاني الموقف بيكون عامل ازاي. المهم انا اعرف حد يعني كان في البحث بتاعه يعني هي قصه خاصه جدا كان في البحث بتاعه كان قضى فيه سنتين وبعدين عرف ان هو بيتعامل لصالح يعني جهه يعني ليها علاقه بال يعني بالاسلحه وكده فانسحب من البحث وراح غير الدكتور وغير الجامعه مخصوص عشان ما يبقاش مشارك في اذى ممكن يستخدم ضد فيعني بصراحه تسيدي وتاج راسي يعني هذا الشخص يعني. فطبعا الموضوع بيبقى فتنه يعني كبيره وبيحتاج مجاهده كبيره. فقعدت طبعا متحير اعمل ايه. وفي وقتها بقى كان بدا جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه اللي هي كاوست بدا سمعتها تنتشر الى حد ما كان يدوبك بقى لها اقل من سنتين بس كانت عامله بروباجندا قويه جدا بان هي هتبقى يعني واحه بحثيه على الأحدث مستوى تكنولوجيا ولكن في الوطن العربي. فيعني حسيت ان الايه ان الجامعه دي اتعملت عشان هو ده اللي انا عايزه. انا عايز ان انا اتفرغ للدكتوراه في مكان كويس يكون بيوفر امكانيات جيده للبحث العلمي وفي نفس الوقت مش عايز اروح امريكا وفي نفس الوقت مش عايز افضل في مصر. فاستخرت وبدات ان انا اقدم على كاوست وخضرا يعني كان الاستاذ اللي شغال في المايكرو الكترونكس في كاوست كان دكتور مصري دكتور خالد سلامه فرسلت دكتور خالد بصراحه من اول يوم
راسلت فيه دكتور خالد لحد نهايه الدكتوراه، كان يعني بيقدم لي دعم بلا حدود، فكانت الحمد لله تجربه جميله. سافرت بقى كاوست، وكاوست يعني زي ما بقول لك انت عندك كل ميزات ان انت في امريكا بس انت في السعوديه، وجنبك مصر ساعتين طياره، وجنبك مكه، جنبك المدينه. فالحمد لله يعني كانت نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى. ومن ناحيه الامكانيات بقى، كان جامعه فيها امكانيات الحمد لله يعني عاليه جدا. يمكن انا فاكر قصه كده بسيطه، ان طبعا الواحد طالع من مصر فبالنسبه له اي حاجه فيها فلوس كتير بيحس ان دي حاجه صعبه. فانا فاكر كنا عايزين نعمل اكسبيرمنت في المعمل، وعملت ريسيرش كده محتاج ايه عشان اعمل السيت اب بتاع الاكسبيرمنت، لقيت نفسي محتاج 10000 دولار اشتري شويه حاجات ب 10000 دولار. فانا بالنسبه لي الرقم ده كبير. فدكتور خالد كان بيسالني بيقول لي ما عملتش السيت اب ليه؟ فقلت له لا ده طلع محتاج فلوس كتير. فقال لي محتاج فلوس كتير قد ايه يعني؟ قلت له محتاج 10000 دولار. بص لي كده باستغراب قال لي انت بتتكلم جد؟ قلت له اه. قال لي طب ايه المشكله يعني 10000 دولار ده يعني مبلغ صغير. فطبعا فرق في المينتاليتي ما بين ان انت ما يكونش عندك موارد وما بين يكون عندك فعلا موارد تقدر ان انت تمول بيها البحث العلمي بتاعك يعني. فالحمد لله كانت تجربه جميله، وممكن من الحاجات برضو اللي استفدتها في كاوست بالاضافه لان انا اشتغلت برضو في فوكس اكتر على الانالوج ديزاين بقى في خلال الدكتوراه، مع برضو شويه شغل في الديجيتال سواء ايسك او اف بي جي اي. من الحاجات برضو اللي استفدتها هي الشغل في كلين روم بتاعت كاوست. كاوست عندهم كلين روم جميله، مايكرو فابريكيشن او نانو فابريكيشن بقى. فنعم كلين روم ممكن تحكي لنا عليها شويه كده عشان نشوق الطلبه اللي حابين يطلعوا؟ بس هو يعني دي حته التنبيه عكس الطياره بتكلم عليها. انا القصه دي مهمه قوي بالنسبه لي بفصلها يعني. اه فعلا لو كان عكس الطياره بدل الاتجاه غربا اتجهت شرقا يعني. ففيها كلين روم جميله لاي حد بيحب المايكرو فابريكيشن بصراحه يعني. انا اتعلمت منها كتير بس بصراحه ما حبيتش قوي الموضوع المايكرو فابريكيشن. كلين روم طبعا زي ما انت عارف بتلبس زي رواد الفضاء كده، تدخل جوه ولا بتعرف تتكلم ولا بتعرف تمسك الموبايل ولا بتعرف تاكل ولا بتعرف تشرب ولا بتعرف تعمل اي حاجه. انت محبوس جوه لحد لما تخلص الفابريكيشن بتاعك، اللي ممكن ياخد ساعات في الحقيقه، في هدوء رهيب. فالموضوع يعني مش كل الناس تقدر ان هي تستحمله، ودي حاجه مهمه دايما بقول للناس عليها يعني. يعني مش شرط ان انت تكون شغوف بالحاجه اللي انت بتعملها، بمعنى ان انت يعني بتنام وتصحى تفكر فيها، بس على الاقل وانت بتعملها ما تكونش متضرر منها، ما تكونش حاسس انك بتعمل حاجه تقيله على قلبك. فدي من الحاجات المهمه وانت بتختار المجال اللي انت عايز تكمل فيه بقيه حياتك يعني. يعني اتعلمت حاجات جميله في الكلين روم، بس ما حبيتش ان انا اكمل في المجال بتاع المايكرو فابريكيشن. مجال الديزاين في الحقيقه بالنسبه لي كان اجمل وامتع وامتع بكتير. وبنهايه بقى الدكتوراه كان عندي مفترق طرق جديد، اللي هو هعمل ايه بعد الدكتوراه. كان دكتور خالد المشرف بتاعي برضو من ضمن الحاجات الجميله اللي هو كان بيعملها، ان هو كان بيشجع كل الطلبه اللي معاه ان هم يسافروا امريكا ياخدوا خبره في الصناعه هناك او ياخدوا خبره في البحث العلمي هناك، عشان هو كان شايف ان دي تجربه مهمه في حياتك. وفعلا اظن ان هو يعني كان يعني رايه ثاقب لحد كبير يعني. فسافرت قعدت هناك فتره 6 شهور تقريبا في ريسيرش سنتر بتاع بوش في كاليفورنيا في بالو التو جنب ستانفورد على طول. كانت فرصه جميله، غير الخبره التقنيه اللي الواحد اكتسبها، كانت فرصه جميله ان الواحد يتعرف على ناس كتير من المسلمين والعرب اللي موجودين في ستانفورد او في البي اريا بصفه عامه يعني. كان في منهم اصدقاء قدامى كانوا من دفعتي وبعد كده سافروا امريكا، وكان في منهم اصدقاء جدد. فكانت الحمد لله تجربه كويسه برضو. ويمكن الحاجة اللطيفة ان الواحد سافر من كاوست الامريكا مش من مصر الامريكا. في ناس كتير لما بتسافر من مصر الامريكا بتنبهر بامريكا، لكن في الحقيقة سفر من كاوست الامريكا خلى الواحد يحس ان امريكا اوفر ريتد يعني. الناس مديها ريتنج اعلى من الريتنج الحقيقي بتاعها. ويمكن اي حد برضو عاش فترة في الخليج وبعد كده سافر امريكا ممكن يكون عنده نفس الشعور الى حد كبير يعني. طبعا لما تسافر من مصر لامريكا او من مصر لدوله ثانيه، من ناحيه طبعا النظام والنظافه والفاسيلتيز ناس كتيره بتنبهر، لكن من كاوست امريكا كان الانبهار عكسي في الحقيقه. ومن الحاجات يمكن اللي لفتت النظر برضو ان في كاليفورنيا بالذات وفي المجالات التقنيه الواحد ما شافش امريكان كتير
يعني معظم الناس اللي بنين لأمريكا التقدم العلمي والتكنولوجي والتقني بتاعها هم مهاجرين من الصين ومن الهند ومن إيران ومن العرب. هم دول في الحقيقة اللي بنين التقدم العلمي والتكنولوجي بتاع أمريكا اللي أمريكا بتتحكم عن طريقه في العالم كله دلوقتي. فيعني من العجائب طبعا والغرائب، واتمنى ان احنا طبعا في بلادنا نقدر نستفيد من كل الخبرات اللي سافرت بره. ويمكن لو حد فيهم سمعني دلوقتي بفكر ان هو يحاول على قد ما يقدر يكون ليه دور في النهضه التعليميه والصناعيه اللي بتحصل في الدول بتاعتنا، ويحاول يدعمها على قد ما يقدر. فدي كانت التجربه القصيره بتاعتي 6 شهور. وبعد الدكتوراه كان برضو دكتور خالد المشرف بتاعي بيحاول يشجعنا ان احنا نسافر برضو امريكا، عشان هو كان شايف ان الفرص هناك في المجال التكنولوجي وفي المجال التقني اكتر بكتير من الفرص اللي في الوطن العربي. لكن طبعا انا اصلا رايح كالوست عشان اهرب من ان انا اسافر سفرية طويلة، فكان بالنسبة لي القرار يعني محسوم. انا كنت عايز ارجع مصر، لكن رجوع مصر في حد ذاته كان بيحطك برضو قدام قرار جديد، وهو لما ارجع مصر هعمل ايه. برضو الطيار السائد ان الناس لما ترجع مصر بيشتغل في شركه almost full time يعني، والجامعه بالنسبه له بتبقى محاضره او محاضرتين بيديهم في الاسبوع، هو ده اللي بيقدر ان هو يدي للجامعه. طبعا الناس بتتفاوت، منهم اللي بيحاول يدي اكتر منهم اللي بيدي اقل، لكن ده كان الايه، ده كان النمط السائد يعني. وده كانت الحاجه الايه الواحد كان بيفكر ان هو يعملها في البدايه. بعد كده الواحد يعني وقف كده وقال طيب ليه الواحد ما يحاولش يعمل حاجه مختلفه؟ يعني ليه الواحد ما يركزش ان هو يبقى يعني استاذ جامعي فقط، يحاول ان هو يعني يعمل في الجامعه حاجه الناس الثانيه ما بتعملهاش. وانا كنت شايف ان الجامعه في الحقيقه يعني ارض خصبه جدا مش لاقي حد يزرعها. يعني انا زي ما بقول لك من وانا طالب شايف ان الشباب وانا شخصيا في طاقات كتيره قوي مش مستغله. انا كان نفسي حد يستغلني، يعني كان نفسي وانا طالب سواء طالب بكالوريوس او طالب ماجستير نفسي ان حد يستغلني واستغل الطاقات اللي موجوده عند الشباب ان هي يبرزها ويسخلها ويطلع منها ايه، ويطلع منها حاجه. ففكرت ان انا اركز في الجامعه وابدا ان انا احاول امشي في سكه التعليم، واحاول ان انا اعمل حاجه يعني افيد بيها الطلبه على قد ما اقدر. وطبعا كان قرار بالنسبه للناس قرار عجيب. ولما كنت اقابل حد من زمايلي سواء من جوه الكليه دكاتره الكليه او حد من بره الكليه كان بيسالني انت بتشتغل ايه، بقول له بشتغل في الكليه، فيقول لي ايوه ما انا عارف بتشتغل ايه بقى، اقول له لا ما انا بشتغل في الكليه، يقول لي لا يعني ده شغل الكليه، ما احنا كلنا بنشتغل في الكليه، انت بتشتغل ايه جنب الكليه يعني بعد الكليه، بقول له لا ما بشتغلش حاجه، هي ما بشتغلش حاجه. فبالنسبه للناس دي حاجه غريبه قوي، كانت يعني سباحة عكس التيار، وكان أكيد في ناس بتحاول تحبطني كتير. يعني أنا فاكر واحد من الأصدقاء قال لي يعني أنت بتضيع وقتك في الكلية ليه، يعني هو لو طالب شاطر هيعلم نفسه والنت مليانة فيديوهات هيتعلم منها، ولو طالب خايب ما تشغلش بالك بيه أنت هتوجع قلبك ليه، فيعني ما تضيعش وقتك. فيعني الحمد لله ما سمعتش الإحباطات دي. طبعا الحاجات اللي هي اللي زي اللي تبدو أنها منطقية، الكلام زي ده يبدو أنه منطقي، بس لو احنا طبقنا الكلام ده يبقى احنا كده نقفل بقى كل المدارس والجامعات وكل حاجه، ونقول للناس يلا يا جماعه روحوا شوفوا على اليوتيوب وتعلموا، ونهدم فكره اصلا الاستاذ والطالب والشيخ والتلميذ. وطبعا يعني ده مش حقيقي اكيد، يعني لما تبص على نتيجه الكلام ده اكيد نتيجه مدمره، ومفيش حاجه اسمها كده يعني ولا في مصر ولا على مستوى العالم كله. فالحمد لله يعني عديت مرحله الايه الاحباطات دي وقررت ان انا اكمل. يمكن من الحاجات اللي كانت بتشجعني ردود الفعل الجميله اللي كنت بشوفها من الطلبه، ويمكن الطلبه ما يعرفوش الموضوع ده، بس الكلمات البسيطه اللي الطلبه بيقولوها عشان يشجعوا الدكاتره، الكلمات دي على فكره شباب مؤثره جدا 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 في الدكاتره، اشد مما تتصوروا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الكلمه الطيبه صدقه من فراغ، فعلا يعني ممكن ان انت الشخص اللي قدامك ده يعني تديله دفعة إيجابية قوية جدا بكلمة، وممكن أن أنت تجيب له إحباط بكلمة. فيعني دايما الواحد سواء هو كان طالب، تفتكرش أن الدكتور هو بس اللي كلامه مؤثر، لا وأنت طالب كلامك مؤثر جدا على فكرة. فبغض النظر أنت فين، حاول أن أنت تحسب كل كلمة أنت بتقولها.
ويعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فعلا يعني. فالإنسان يحاول يفكر في كل كلمة قبل ما يقولها. فدي من الحاجات اللي كانت بتشجعني يعني. في احمد عكاش هنا قايل كلمه برضو حلوه قوي، دكتور هشام عمل نقله نوعيه في تعليم الالكترونيات العربي، وكان محمد خالد كاتب برضو العمل المشترك بين الجيل الجديد في الاي سي ديزاين ان كلهم بشكل ما اتعلموا على ايد دكتور هشام، جزاك الله خيرا يا دكتور ونفع بك. فطبعا يعني وفي سؤال اعتقد او سؤالين اكتشلي اتسالوا، في السؤال الاولاني منهم طب هل البقاء هنا ممكن يكسب الشخص خبرات مقاربه لشخص سافر باي شكل من الاشكال؟ ده فادي صبري نجم، وده من اول الناس اللي ايه عملت كومنتس من اول الحلقه النهارده. هو حاليا طبعا الوضع مختلف عن زمان يعني، حاليا العالم بقى مفتوح وبقى تقدر ان انت تشوف اللي بيحصل في اي حته في العالم، سواء كورسات او سواء ابحاث بتتنشر او سواء مشاريع. فمن الناحيه دي والشركات في مصر الحمد لله يعني كتيره وشغالين في تخصصات الحمد لله يعني تخصصات بتواكب احدث حاجه في التكنولوجيا، فتقدر تتعلم كتير وانت في مصر حاليا. انا شايف ان اللي موجود في مصر يقدر يتعلم كتير، بس طبعا لو انت باحث فهي مشكله بتكون زي ما انا قلت في التفرغ وفي الربط ما بين البحث العلمي والصناعه، هم دول اكبر مشكلتين انا شايفهم في الحقيقه في البحث العلمي في مجال الالكترونيات في مصر. في سؤال ثاني معلش يا دكتور. دكتور هشام قبل ما نكمل، عشان في محمد علي بعت سؤال، وعندي سؤالين في الحقيقه، انا بحب جدا المجال وبتعلم فيه فعلا بس جزاء التقدير عندي ضعيف، بحاول ارفعه والله مستعان. ازاي اتخطى الجزء ده؟ يعني هو اصلا تقديراته مش قويه في الكليه، فهيتخطى ازاي الجزء ده عشان يشتغل في المجال ده؟ انا بذاكر باذن الله اي تي اي، هدخل انالوج واحد واثنين محاضرات، حضرتك اعمل ايه لو هو يعني بيحب الانالوج وبيحب بس تقديراته مش قويه قوي، فيعمل ايه عشان يعني يطلع يشتغل في المجال ده؟ لأنه جزء كبير من المجال ده الاختيار بيبقى على أساس التقدير، يعني مينيمم جيد جدا أو جيد مرتفع، يعني بيبقى فيه كريتيريا ما بتتنازلش عنها الشركات ولازالت موجودة لغاية دلوقتي في الاختيار يعني. هو في الحقيقة يعني رقم واحد السوق بيحكم العرض والطلب، فيعني لما الشركات بتكون عايزة عدد محدود من الخريجين فبيبدأوا ينتقوا، وأكيد عمل التقدير بيكون أحد عوامل اللي أحد عوامل الانتقاء. وأحيان تانية لما تكون الشركات بتتوسع وعايزة عدد كبير من الخريجين بيبدأ المعايير اللي بيحطوها أو البار اللي بيحطوه يبدأ ينزل شوية، فبالتالي هتلاقي ناس كتير كان تقديرهم يعني جيد مثلا ودخلوا المجال بتاعنا، بس طبعا بيضطروا ان هم يعوضوا النقص اللي عندهم ده، يا إما بالشغل في مشاريع تخرج أو بالشغل في مشاريع جانبية أو بأنه يحصل على تدريب في شركة، فبيضطر انه يبذل مجهود إضافي عشان يحاول انه يبرز الشغف بالمجال ده فعلا وتميزه في المجال ده يعوض الجانب بتاع التقدير. لكن في الاخر زي ما قلت السوق بيحكم العرض والطلب، ممكن في سنه تلاقي الناس جايبه جيد وبتشتغل، وفي سنه تانية تلاقي عشان مثلا طلب من الشركات ما كانش كبير قوي فيبدا فعلا يحصل انتقاء عن طريق التقدير، فاكيد بيكون فيها ريسك يعني، اكيد الموضوع بيكون فيه ريسك. فيعني الافضل في حاله زي دي يكون عندك بلان A وبلان B، عشان طبعا ما تحطش نفسك في يعني اختيار واحد وانت فرصك فيه يعني محفوفه بالمخاطر الى حد كبير. اعتقد مشروع التخرج ممكن يساعده شويه ان هو أكيد طبعًا. يعني اكيد طبعا مشروع التخرج طبعا مهم جدا والعلاقات ويعني. فطيب الحاجه الثانيه كنت عايز اقول لحضرتك عليها برده، كان في سؤال برده او في هنا كان شادي عبد العال بيتكلم بيقول الحاجات الجميله ان في بيبر منشوره في الديزاين اوف او تي اي عامله سايتيشن للكورس بتاع ماسترنج مايكرو الكترونكس. طبعا العربي ملخبط هو الانجليزي عشان التعديل. القناه نفسها مش بيبرز والواحد مش متخيل لحد الان اللي اتعلمه على ايد دكتور هشام وكل حاجه بنعملها من 2018 كميه، يعني دايما بنفتكر الدكتور هشام عمران سواء كان انالوج اور ديجيتال اور سيستمز، جزاك الله عنا خيرا، خير الجزاء وفق الله للمرضى. وزياد يحيى بيقول ربنا يجازيك الخير يا دكتور، حضرتك سبب رئيسي في حبنا في المجال. طبعا ما شاء الله في كلمات حب كبيره من الطلبه، وزي ما حضرتك بتقول الكلمه فعلا يعني سبحان الله بتفرق، وفعلا سبحان الله واضح ان الاثر اللي عمله الدكتور خالد اولا في حضرتك وبعدين حضرتك بتكاسكيد والطلبه كتير بعد كده، ولسه في وجود حتى الدكتور خالد ربنا يبارك فيه ويكرمه ويمسيه على خير كده دايما. ان هو ايه الحمد لله
احنا ربنا كده يكرمكم والله، يعني ايه جيل بعد جيل بعد جيل، يعني من اول الدكتور هاني فكري طبعا، ويعني بعتبره ان هو ايه اساس الموضوع في هندسه عين شمس يعني. ربنا يكرم. ف يعني الحمد لله طبعا ده كل ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وفي ظل ده زي ما كنت بقول في ظل الاحباطات اللي كانت موجوده في ان الواحد يسلك المسار ده، كان على الناحيه الثانيه بقى في يعني تدبير بقى من ربنا سبحانه وتعالى يعني احسن من تدبير الواحد لنفسه. فانا هذكر موقفين على غير ميعاد. لقيت مثلا دكتور عمرو وصال بيكلمني، زي ما قلت لك ان هو اللاين مانجر بتاعي في ساي وير، لما كنت بشتغل في ساي وير، وقال لي الاي تي اي عايزين يبداوا دبلومه للخريجين 9 شهور في مجال الديجيتال اي سي ديزاين. وانا يعني شايف طالما انت مهتم بالتعليم تم جوين معانا وتبقى انت من الناس اللي بيشتغلوا في الدبلومه دي. فدي الحمد لله من الحاجات اللي انا بدات ان انا اعملها. برضو ناحيه ثانيه برضو دكتور عماد حجازي الله يرحمه، لقيته برضو بيكلمني ويقول لي الاي تي اي برضو، بس ده كان بروجرام ثاني خالص، انا عايز يعمل بروجرام للاندر جرادز في مجال الانالوج ديزاين، وبرضو عايزك تبقى مسؤول انت عن البروجرام ده في الكليه. فيعني جيت تدبير من عند ربنا، انا ما كنتش عامل حسابه. فبدات فعلا ان احنا نعمل البروجرامز بتاعه الاندر جراد في الانالوج ديزاين مع الاي تي اي، والدبلومه بتاعه 9 شهور في الديجيتال اي سي ديزاين، حاجتين انا بحبهم من ساعه ما انا كنت طالب، يعني الانالوج للاندر جراد والديجيتال للبوست جراد. وبعد كده الحمد لله سجلنا جزء من الكورسات دي بشكل بروفيشنال يعني على المنصه بتاعه الاي تي اي اللي اسمها مهاره تك، وبدات انا في نفس الوقت برضو اسجل الكورسات بتاعتي على القناه اللي انا عملتها على يوتيوب اسمها ماسترينج مايكرو الكترونكس. الحمد لله دلوقتي عندنا اكتر من 10,000 مشترك على القناه. طبعا بالنظر القناه دي تخصصيه جدا في مجال اللي بيشتغلوا فيه اصلا اعداد قليله على مستوى العالم، فيعني 10,000 مشترك ده الحمد لله يعتبر يعني انجاز كبير الحمد لله ونعمه كبيره. فلما الواحد بيعمل حاجه يعني زي ما قلت بقى، مش بس ان الواحد بيحاول يعني يفكر وياخد بالاسباب، لا ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيدبر له حاجات احسن من اللي هو اصلا كان عايز يعملها بنفسه. فبدل ما انا كنت عايز اعتمد على نفسي في كل حاجه، لقيت فيه بروجرام بوست جراد في الديجيتال الناس اوريدي عاملاه وعايزاني فيه، بروجرام اندر جراد في الانالوج الناس اوريدي شغاله فيه من قبليه، لكنهم كانوا مستنيني ان انا ارجع لمصر عشان اشتغل فيه. فالحمد لله كل ده كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فيعني فضلت ماشي في المسار التعليمي ده من ساعه ما رجعت مصر. طبعا بالجانب بقى ان انا عايز اشتغل برضو في نشاط بحثي، يعني في الاخر الاستاذ الجامعه بيقوم بثلاث حاجات: تدريس وبحث علمي ومفروض تعاون مع الصناعه وخدمه للمجتمع. ففي مجال البحث العلمي بدات اسلك برضو الطريق بتاع ان انا اخد فند واجيب ار ايز يشتغلوا معايا ريسيرش اسيستنتس. تمام. ومن الجهات الجميله بصراحه في مصر في المجال ده يعني ايتيدا من الجهات الداعمه جدا لأي نشاط في مجال التكنولوجيا في مصر. عندهم كذا بروجرام، في الاي تاك بروجرام وفي بروجرام بتاع تيك، يعني كلها برامج يعني الحمد لله كويسه جدا في مجال التكنولوجيا. طبعا بعد تعويم الجنيه الموضوع بقى يعني مش حلو زي زمان، بس يعني ايه هوبفلي ان هم يراجعوا نفسهم ان شاء الله ويبداوا ان هم يظبطوا الدنيا تاني. يعني فخدت فند من ايتيدا عشان اشتغل ريسيرش في الجامعه. وكان من الحاجات اللي انا كنت احب اشتغل فيها ريسيرش من زمان مجال الانالوج ديزاين اوتوميشن. شايف ان المجال بتاع الديجيتال حصل فيه اوتوميشن عنيف على مدار السنين، اما الانالوج في الحقيقه اولموست محلك سر في حته الاوتوميشن دي. فكنت شايف ان الاوتوميشن من الانالوج اوتوميشن من الحاجات اللي محتاجه بحث علمي، ومن الحاجات بقى زي ما كنت بقول البحث العلمي فيها مش هيبقى مجرد بحث على الرف، لا ده ممكن يبقى حاجه ليها اثر ملموس ومفيد للناس في الحقيقه، مش مجرد بس ان الواحد هينشر ابحاث، لا ممكن ينتج عنه حاجه مفيده تفيد الايه الانالوج كوميونتي والانالوج ديزاينرز. بدات اشتغل في المجال ده، بدات ان انا اجيب ار ايز يشتغلوا معايا، وبدات ان انا احاول برضو اعمل الحاجه اللي كان نفسي فيها من وانا صغير، ان انا اجيب الطلبه الشاطرين الاندر جراد اللي في الكليه ويبداوا يشتغلوا معايا في الصيف ان هم يعملوا ريسيرش انترنشيب. فعلا في ناس منهم الحمد لله عرفوا ان هم ينشروا معايا ابحاث من هو لسه طالب في سنه ثانيه، بدا ان هو يعمل ريسيرش وينشر بيبرز. فالحمد لله كانت من الحاجات الايه الجميله برضو، وفضلت مكمل في المسار ده. وكانت الخطوه اللي بعد كده المفروض ان انا اخد تمويل اعلى من ايتيدا، بس كانوا بيشترطوا ان يكون معاك شريك من الصناعه، يكون معاك شركه
داخله معاك المشروع عشان تقدر تاخد تمويل للبحث العلمي بتاعك. ونرجع تاني للمعضله اللي انا قلتها بقى من ساعه ما كنت في الماجستير، ان الشركات في مصر في الحقيقه موضوع ان هم يدعموا البحث العلمي مش من الاولويات. نتيجه برضو زي ما قلت ان هم معذورين ضغوط السوق والتحديات الكتيره اللي هم بيواجهوها، بس يعني دعم البحث العلمي مش من الايه، مش من الاولويات، خاصه ان هم زي ما قلت بيحتاجوا ان يكون في لونج تيرم برودكت ولونج تيرم بروجكت، يكون فعلا محتاج ريسيرش اكتيفيتي، ودي مش من الحاجات السهله انك تعرف توفقها. فحاولت ان انا اجيب شريك من الصناعه يدخل معايا في الفند الجديد مع ايتيدا، لكن يعني سبحان الله يعني لم اوفق ورب ضاره نافعه. فحسيت ان التراك بتاع الريسيرش يعني بيقفل، مش عارف ان انا اكمل الريسيرش بتاعي اللي انا نفسي اعمله. وفي نفس الوقت بالنسبه للتدريس الحمد لله كنت بقى يعني وصلت لمرحله ان انا جهزت الكورسات بتاعتي كلها. وطبعا اول طلعه دايما بتبقى هي اصعب طلعه، انك تجهز الكورس ماتيريال بالسلايدز باللابس بالاكسرسايزز بطريقه بروفيشنال بكواليتي عاليه، ده بيكون هي اكتر حاجه صعبه. فانا كنت الحمد لله تخطيت المرحله دي وسجلت معظم الكورسات بتاعتي على اليوتيوب. فالى حد ما برضو في مجال التدريس بقى عندي وقت اكتر، وبقى التدريس مش بيستنزف مني وقت اكتر زي زمان. ف يعني جينا في 2020 التدريس ما بقاش بيستنزف وقتي زي زمان، والبحث العلمي سكته اتقفلت، مش لاقي شريك في الصناعه يقدر ان هو يدعم البحث العلمي بتاعي. وجات بقى كورونا وقتها، سبحان الله يعني كورونا بالنسبه لي انا شخصيا يعني كانت من النعم، لان هي عملت تغييرات كبيره. من ضمن التغييرات دي ان كل حاجه قلبت ريموتلي، وحظرت الجوال طبعا لو تفتكر، فالناس بقت قاعده في البيت مش عارفه تعمل ايه. مفيش خروج، مفيش قاعده على قهاوي، مفيش كافيهات، مفيش اي حاجه، مفيش اي انشطه اصلا، كل الناس قاعده في البيت مش عارفه تعمل ايه. والطلبه الامتحانات بتاعتهم اتلغت، ما بقاش في امتحانات، فالطلبه ما بقتش بتذاكر اصلا. فبالتالي حصل وقتها يعني فراغ رهيب، وقدرا يعني سبحان الله يعني ربنا انعم عليا بان الايه، ان في مجموعه من الطلبه شاطرين جدا كانوا حابين ان هم يشتغلوا معايا، ومنهم ناس كانوا عملوا معايا انترنشيبس زمان، من الطلبه اللي انا كنت بختارهم يعملوا معايا انترنشيبس في الصيف. فبدات افكر يعني انا حاسس ان ربنا بيحطني في ايه، في ميشن جديده بقى، يعني كل الظروف والاقدار بتؤدي ان انا محتاج اعمل حاجه جديده. يعني انا قطعت الشوط شويه في المجال التعليمي، قطعت الشوط في المجال البحثي، والحمد لله في المجال البحثي ربنا انعم عليا بجوائز زي جائزه الدوله التشجيعيه وجائزه الجامعه التشجيعيه. فانا حاليا قدام يعني ميشن جديده بقى محتاج ان انا اعملها، وهي ان الريسيرش اوتبوت ده ليه ما نحولوش لكوميرشال برودكت، وليه ما يكونش نواه للستارت اب زي ما بيحصل في اي جامعه في الدنيا. يعني كتير من الستارت ابس اللي موجوده في امريكا وفي دول تانية بتكون طالعه اصلا من الجامعه، طالعه من ريسيرش معمول في الجامعه. وفي الحقيقه ده كان يعني بالنسبه لي يعني بيمثل نموذج كان نفسي ان انا اعمله، ونفسي ان انا يعني ابرزه للناس، ان هو يعتبر سكسس ستوري بس من نوع مختلف. يعني الحمد لله احنا في مصر في المجال بتاعنا عندنا قصص نجاح كتير، عندنا يعني قصص نجاح شركات عرفت ان هي مثلا تجذب شركات اجنبيه وتخليها تعمل فروع في مصر، عندنا قصص نجاح شركات بدات بناس عندها خبره مثلا رجعوا من بره وكان عندهم علاقات وعرفوا ان هم ياسسوا شركات. انا كان نفسي اعمل قصه يعني من نوع مختلف، كان نفسي اعمل قصه ان انت من غير حاجه ممكن تعمل حاجه، يعني بمجرد مجموعه من الشباب المتحمسين تمام، وشويه يعني تخصص مع بحث علمي تقدر ان انت تعمل حاجه. يعني ودكاتره الجامعه في الحقيقه كلهم عندهم نعمتين كبار جدا، اول حاجه ان هو متخصص في مجال معين، فبالتالي عنده يعني ديب تكنيكال نوليدج في مجال معين، وفي نفس الوقت عنده يعني طاقات رهيبه من طاقات الطلبه غير مستغله، ومش لاقين حد يوجههم بشكل سليم بحيث ان هم يطلعوا حاجه ليها معنى. فيعني جت زي ما بقول لك نعمه الفراغ بتاعه كورونا مع الشغل الريموتلي، مع ان ايتيدا بقى البروجرام بتاعها اللي كان بيدعم الستارت ابس كان بيشترط انك تروح تشتغل من القريه الذكيه، وده كان بالنسبه لي حاجه صعبه جدا طبعا،
انك يدوبك رايح جاي القريه الذكيه دي اليوم خلص اصلا. فمع كورونا قالوا خلاص اللي عايز يعمل ستارت اب احنا ممكن نعمله دعم بس هيشتغل ريموتلي مش محتاج ان هو يروح القريه الذكيه. فحسيت ان كل الظروف بتقول ان يلا دي هي بقى ده الوقت فعلا المناسب ان احنا نبدا ستارت اب. ودي كانت بدايه ماستر مايكرو الحمد لله يعني. وكان من الناس اللي اشتغلت معايا في الريسيرش بتاعي كان اسلام نشأت. واسلام كان بيحب قوي موضوع الستارت ابس والبزنس وكذا مره قال لي ما تيجي نعمل ستارت اب. وانا قلت له لا انا كفايه عليا تيتشنج وكفايه عليا ريسيرش. موضوع الستارت اب ده موضوع كبير وايه وخلينا مركزين في التيتشنج والريسيرش احسن. فلما لقيت ان الظروف كلها بتقول يلا ده الوقت المناسب ان احنا نعمل ستارت اب كلمت اسلام قلت له اسلام مش انت عايز تعمل ستارت اب؟ قال لي اه. قلت له طب يلا بينا. قال لي يلا بينا ايه؟ قلت له يلا بينا نقدم على تيك ونعمل ستارت اب مع بعض. والحمد لله فعلا بدانا في ماستر مايكرو بدعم في البدايه من ايتيدا. وكان التيم بتاعنا هو مجموعه من الاندر جرادز الشاطرين جدا اللي اشتغلوا معايا قبل كده وعندهم ما شاء الله طاقه وحماس ان هم يعملوا فعلا حاجه. وانا لحد دلوقتي بسميهم الدريم تيم يعني كانوا فعلا دريم تيم. فبدانا نشتغل في الستارت اب بتاعتنا وبنينا الحمد لله البرودكت بتاعنا اسمه ده انالوج ديزاينرز تول بوكس برودكت بيعمل انالوج ديزاين اوتوميشن. والحمد لله يعني حاجه تعتبر فريده من نوعها على يعني مستوى العالم. وبرده من نعم كورونا الناس بدات تعمل كل حاجه ريموتلي. فبدل ما انا اضطر ان انا اسافر عشان اعرض الشغل بتاعنا للناس بقى كل الناس بتقول لا لو عايز تعمل توك او عايز تبقى انفايتد سبيكر تعالى بس ايه بس اونلاين على زوم ريموتلي. فالحمد لله يعني فيرتشوالي اديت توكس ايضا في كل حته في العالم بقى يعني من اول كل جامعات امريكا لحد اسيا وكندا واوروبا وشركات الهاي تك كومبانيز اللي موجوده في امريكا وفي اوروبا يعني اكثر من 50 انفايتد توك تقريبا في شركات وفي جامعات وفي IEEE شابترز كتير عشان الحمد لله نبدا نسبريد ذا وورد اباوت البرودكت بتاعنا. والحمد لله يعني كان دايما بيجي لنا يعني فيري بوزيتيف فيدباك. وفي البدايه في الحقيقه كنت فاكر ان اول كاستمر لينا هيبقى شركه في مصر من شركات الديزاين في مصر وبعد كده بعد التعاون مع شركات في مصر ونبدا نكسباند ونجيب كاستمرز خارجيين. لكن سبحان الله يعني تقدير ربنا كان عكس كده تماما. يعني كان اول كاستمرز لينا شركات اجنبيه. المجال ده اللوكس او المكان الكاستمرز موجودين فيه والهيفي ويت عامه او السنتر بتاعك بره مش جوه خالص. يعني مصر للاسف لسه الاندستري فيها فيها اويسس حلوه قوي بس لسه ما فيهاش كونسيومر ما تلاقيش كلاينت يشتري منك. اكيد. وطبعا الشركات في مصر زي ما قلت بيكون عندها تحديات اكتر وضغط اكبر. ضغط العمل في مصر يعتبر لحد برضو يعني كبير ضغط شرس بيخلي ان انت تفكر انك تعمل حاجه جديده او تغير الفلو بتاعك او تدخل تول جديده في الفلو بتاعك دايما بيكون يعني حاجه مكلفه بتستنزفك. ف يعني بتعيد التفكير اكتر من مره قبل ما تاخد قرار زي ده. بس يعني لو حد من الشركات اللي في مصر سامعني احنا وراكو لحد من كل الشركات اللي في مصر تستعمل التولز بتاعتنا ان شاء الله مش هنسيبكم مش هنرحمكم يعني احنا وراكو لحد لما تستعملوا التولز بتاعتنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. فالحمد لله دكتور يعني انا اتفضل. في كومنت لطيف قوي اتقال قبل وحك يعني تستطرد في القصه كان قاله فادي بيقول حضرتك ما قلتش شريك من الصناعه فقلت تبقى انت الشريك ده. ايوه بالظبط كده هو ده اللي حصل فعلا. هو ده اللي حصل يعني. هو زي ما بقولك انا لقيت ان كل الطرق بتقول ان انا يلا ده الوقت ان احنا نفتح شركه تمام والشركه ده هيبقى هو الشريك الصناعي اللي جدع من ابحاثه. وفعلا انا بحاول اعمل كده فعلا بحاول ان انا يعني اشجع طلبه الماجستير اللي معايا ان هم يشتغلوا في حاجه ريليتد للبرودكت ديفلوبمنت بتاعنا. زي ما قلت يعني انت مجرد بس انك تحس ان الشغل بتاعك ده بيتحط في حاجه ليها معنى وبيعمل حاجه مفيده ده لوحده بيدي الانسان ساتسفاكشن وشعور بالسعاده والرضا حتى لو هو مش هيعمل فلوس على الموضوع ده. يعني مجرد انك تعمل حاجه مفيده وتحس ان هي فعلا بيبقى ليها ثمره ده في حد ذاته يعني اجر معنوي تمام ممكن الواحد اصلا يستكفي بيه عوضا عن الاجر المادي اصلا يعني.
حقيقة فعلا. وفي معنا أحمد الحسين بيقول طول الحلقة أنا قاعد مبتسم، ربنا يزيدك قبول يا دكتور، ما شاء الله يعني. الحمد لله. ده كلام. ومها عبد العظيم بتقول يا دكتور ربنا يجزيك كل خير يا رب، أنا لما دخلت الكلية ما حبيتهاش خالص، بس لما سمعت محاضرات حضرتك حبيتها جدا وحبيت مجال الإلكترونيكس جدا، ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب. طبعا أنا فكرة إن حد يخش هندسة ومش حبيبها دي حاجة غريبة جدا، لأن الموضوع في الآخر بيبقى الواحد سبحان الله يعني بيبقى إيه يعني، انا عارف ان ده بيحصل بس يعني ايه. فطبعا في هنا احمد بيلوني بيقول دكتور هشام انقذني وكان سبب ايجادي فرصه عمل في الانالوج جزاه الله خيرا. هذا احمد بيلوني ربنا يبارك فيك. وفي واحد مصطفى صالح بحبك في الله يا دكتور. وقبل ما نكمل مع ماستر مايكرو يوسف موسى بيقول يا دكتور انا شغوف جدا بالمجال، ولما اصبحت طالب عند حضرتك في الكليه زاد شغفي اكتر بالمجال، ولكن ما بدورش كتير على كورسات بره، ما بعرفش اذاكر حاجه لو انا مش مجبر عليها او مش شايف تاثيرها المباشر في مجالي، فهل ده ممكن يبقى عائق قدامي في المجال؟ هو سؤال برضو اعتقد ان هو ايه. هو طبعا المجال بتاعنا ده او اي مجال تقني بصفه عامه بيفرض عليك انك لازم دايما تتعلم، يعني لازم دايما الواحد يبقى شغوف بالتعلم، لان اكيد المجال بتاعنا بيتغير كل شويه، ولو انت ما عندكش قدرة على التعلم والتأقلم مع التغيرات اللي بتحصل في التكنولوجيا مش هتقدر انك تواكب في المجال ده وتبقى متميز فيه. فيمكن واحدة من الحاجات المهمة اللي معظم الشركات بيدور عليها ان الشخص يكون شغوف بالتعلم في معظم، طبعا اللي مش كل الوظائف اكيد، بس يعني في بعض الوظائف بتبقى روتينية لحد كبير، لكن على العموم المجال بتاعنا ومجالات التكنولوجيا بتحتاج واحد شغوف بالتعلم وعنده يعني زي ما نقول كده سيلف موتيفيشن، ودي حاجات ممكن الانسان ينميها. يعني هتلاقي طبعا ناس كتيره بتتكلم ازاي تنمي قوه الدفع الذاتيه اللي هي موجوده عندك دي، اللي هي دايما تستحثك على التعلم والزياده في العلم. فيعني دي حاجات مع الدعاء طبعا، يعني اكيد يعني القلوب بيد ربنا سبحانه وتعالى، يعني فعلا 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 القلوب بيد ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تصحى في يوم تحس ان انت عايز يعني تكسر الدنيا، تصحى في يوم تاني تحس ان انت مش عايز تعمل اي حاجه خالص في حياتك وخلاص كده ايه كده حلو قوي. ففعلا سبحان الله يعني الواحد دايما لما يعني يدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفق الواحد ان هو يعمل حاجه مفيده دي وللناس اللي حواليه، يعني باذن الله بالدعاء برضو ده ممكن يزود السيلف موتيفيشن اللي عندك باذن الله. ف ارجع تاني بقى للماستر مايكرو. ماستر مايكرو قصه العظيمه، دكتور هشام في جامعه الاسكندريه محتوى الالكترونيكس عندنا ضعيف ولكن في طلبه حابه المجال، هل حضرتك شايف انهم يقدروا يكملوا في مجال من خارج الكليه ولا الاحسن انهم يكملوا في مجالات تانية؟ السؤال ده تاني مره يجي انا يعني معلش ما كنتش. طبعا من ميزات برضو كورونا ان قبل كده زي ما بقول لك كان مثلا الاي تي اي عامل اندر جراديويت بروجرام في الانالوج ديزاين، ده كنا بنعمله جوه الكليه عندنا، لما جت كورونا بقينا نعمل التريننج ده اونلاين بقى مفتوح لاي حد على مستوى مصر، فبقى يجي لنا ناس من كل الجامعات في مصر، من يعني من اسكندرية ومن أسيوط ومن المنيا ومن قناة السويس ومن كل الجامعات في مصر في الحقيقة. فيعني حاليا ما بقاش الموضوع زي زمان، فبقى المحتوى العلمي متاح للناس في كل الجامعات، وبرضو الشركات تاني السوق في عرض وطلب، يعني بتحكم في العرض وطلب. لما الشركات بتبقى عايزة تتوسع ما بتقفش عند عين شمس والقاهرة، لا أخذوا ناس من جامعات تانية كتير، وبقى في ناس من جامعات على مستوى مصر كلها شغالين في المجال بتاعنا، وتقدر تتواصل مع الخريجين السابقين بتوع الجامعة بتاعتك وتطلب منهم ان هم يدعموك. في الاخر كل واحد بيحن للجامعة بتاعته، فلو انت خريج جامعة اسكندرية هتلاقي قبليك ناس كتيرة اتخرجت في المجال ده وقدروا ان هم يشتغلوا في الصناعة، لو عرفت تتواصل معاهم تطلب منهم ان هم يعملوا لكم جايدنس في مشاريع التخرج، هتلاقي لو لقيت واحد مشغول هتلاقي واحد تاني يرحب باذن الله. يعني فممكن يكون ده هو طرف الخيط اللي تبدا تمسك بيه عشان تقدر تكمل في المجال ده باذن الله. واعتقد لو ما فيش يعني مانع عند حضرتك ان انا اضيف على حضرتك حته كده، جزء الانشطه بتاعه الاي تريبل اي بتدي فرصه كويسه قوي للطلبه تعمل نتوركينج مع بعض وتبني نتورك اكبر شويه بره على مستوى خارج الجامعه مع طلبه تانيين مهتمين بالمجال ويعملوا ايفنتس مينينجفل، وممكن منها يوصل لشغلانه كويسه او ان هو يلاقي سكك مفتوحه للموضوع دوت، وممكن يدعو حضرتك حد سبيكر او يعني الدكاتره يعني ما شاء الله. انا سبيكر بكره ان شاء الله في اي تربلي اكتيفيتي، هتلاقوا الايفنت على لينكد ان وعلى الفيسبوك اظن يعني. فلو حد برضو يعني عايز يسال اسئله خاصه بالشغل في مجال الالكترونكس في مصر، فممكن باذن الله بكره يبقى في فرصه اكبر ان شاء الله.
ان شاء الله ربنا يكرمك. وهنا كان يعني اخر سؤال يمكن موجود قبل ما نكمل الكلام على الماستر مايكرو عشان ده مهم جدا. لو سمحت يا دكتور، ازاي ادخل تدريب داخل الشركات وازاي ابدا في تنفيذ مشروعات عمليه في مجال الانالوج؟ يعني حضرتك ده نفس محمد علي اللي كان سأل السؤال في الاول، يعني ايه لو يعني اعتقد هو نفس الكلام. طيب يعني طبعا في شركات بتعمل اعلانات عن تدريب، وبعدين في جزء كبير يعني من التدريبات بيتم عن طريق النتوركينج والكونكشنز، والكلام ده يعني مش كوسه ومش وسايط، لا على مستوى العالم كله، انا بقول لك على مستوى الاقتصاد على فكره وعلى مستوى السياسه، فاهم؟ جزء كبير من اللي بيحصل في الدنيا دي كلها بيتم عن طريق الكونكشنز والنتوركينج. لان في الاخر البني ادم طبعه ان هو بيحن للشخص اللي هو عارفه، اللي هو طبعا معاه قبل كده، اللي هو عنده معاه تجارب سابقه. فحاول تبدا ان انت تبني نتورك بتاعتك، يعني تشارك في اكتيفيتيز، تحاول تتعرف على الناس اللي شغاله في المجال على لينكد ان، تحاول تتواصل مع الناس. فكل الحاجات دي ممكن هي تزود من النتورك بتاعتك، الخريجين السابقين زي ما قلت من الجامعه بتاعتك، ويساعدك انك تحاول تحصل على فرص تدريب او فرص في مشاريع التخرج باذن الله، مع طبعا التميز العلمي والايه والعملي بتاعك. ربنا يكرمك يا دكتور. طيب نكمل بقى القصة الجميلة بتاعت حضرتك بتاعت ماستر مايكرو، لأن البداية بدأت بس ماستر مايكرو في الـ من أول الكوفيد، فبنتكلم على شركة بقى لها تقريبا سنتين ونص، أو صح كده؟ سنتين تقريبا، سنتين ونص. وما شاء الله دلوقتي بقى موجودين في كم بلد دلوقتي اشتروا البرودكت بتاعكو أو اللي هو لا الحمد لله كان كيوزرز وكباين كاستمرز، يعني بلد يعني كتير، يعني كيوزرز أولموست في كل حتة في العالم، كبين كاستمرز اقدر اقول يمكن في 10 دول يمكن، الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. ويعني من 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 نعم ربنا سبحانه وتعالى فعلا، يعني ان ايه ممكن مثلا الواحد يبقى بيحاول مثلا مع شركه معينه بيتواصل معاهم ويعمل لهم ديموز ويقابلهم ويحاول يقنعهم، ويبقى شايف ان ايه ان دي فرصه ونفس ان هو الفرصه دي تتحول الى يعني الى بزنس، وما يتوفقش في الفرصه دي، ويلاقي تاني يوم مثلا شركه عمر ما سمع عنها بعتين له ايميل بيقول له احنا جربنا البرودكت بتاعك وعجبنا وعايزين نشتري. ففعلا سبحان الله، يعني الشغل برضو في البيزنس بعيدا عن المجال الاكاديمي بيعلم الواحد التوكل برضو زياده، يعني ان فعلا ممكن الرزق يجي لك من ايه من حيث لا تحتسب، والعكس ممكن تحاول انت تسعى بكل الطرق في حته معينه وما في الاخر ما تطلعش منها حاجه. يعني فدي من الحاجات اللي هنفضل يعني نتعلمها مهما بقى خدنا شهادات ونشرنا ابحاث وبقى عندنا خبره في الحياه وسننا كبر وشعرنا ابيض، يعني الواحد هيفضل دايما في سنه اولى اخلاص وتوكل، ان فعلا الواحد يعني يبقى عنده اخلاص في الحاجه اللي هو بيعملها، ودي حاجه صعبه جدا بتفضل ان انت تجاهد نفسك فيها طول حياتك، وان انت يبقى عندك توكل على ربنا سبحانه وتعالى برضه دي حاجه صعبه جدا تفضل تجاهد نفسك فيها طول حياتك. فدي هتفضل تتعلمها وتحاول فيها، وايه ودي الواحد اتعلمها عملي بقى بالذات في الشغل في ماستر مايكرو. فالحمد لله ربنا سبحانه اكرمنا بعد الدريم تيم بتاع الاندر جرادز ده الطلبه، وبدا الحمد لله برودكت يخرج للنور، بدانا الحمد لله ان احنا اكسباند ونهاير فول تايمرز الحمد لله، وبدات الحمد لله الشركه بتاعتنا لحد ما تكبر، وبدأنا نطور في برودكتس اكتر، يعني ان شاء الله باذن الله يكون ليها برضو اثر قوي باذن الله في الكوميونتي بتاع الانالوج ديزاين في خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه بقى التشالنجز اللي قابلتك في الشركه بالذات وتكوينها والمراحل اللي عديت عليها خلال السنتين اللي فاتوا دول؟ لان طبعا التحول من باحث او قائد بحث او حد كان موظف بيشتغل لبزنس اونر، اعتقد التحول ده تحول مش سهل، وليدر لبزنس وكمان ولسه معاك الادوار السابقه، فممكن يعني تحكي لي كده حضرتك قلت لي التوكل والاخلاص ده حاجه جميله، بس في الاخر واحنا التفاصيل بقى التفاصيل السنتين دول وتاسيس شركه وبزنس سايد وسيلز وبروبوزلز، يعني قصه في الاخر يعني اي حد عدى ان هو يشيل بزنس شاف صورة انت تو اند بقت عامله ازاي والسجل التجاري طيب اول حاجه طبعا يعني اول حاجه طبعا الموضوع في تحديات ليدرش كبيره جدا، فانا حابب اسمع من حضرتك بقى الدارك سايد اللي ما حدش بيتكلم عنه بقى. اول حاجه صعب انك تاخد الرحله دي لوحدك،
يعني ان انت يكون معاك تيم ويكون معاك رفقه، يعني دي من الحاجات المهمه. فالحمد لله انا من البدايه يعني ربنا اكرمني باسلام زي ما قلت لك يعني، فالحمد لله يعني ده اكيد بيسهل الطريق. فدي كانت حاجه من الحاجات المهمه. وبعد كده الحمد لله بدانا ان احنا يعني نكبر التيم بتاعنا شويه شويه. واقدر اقول لك ان يعني الشباب في مصر الحمد لله عندهم يعني مهارات عاليه جدا جدا، بس محتاجين حد يحطهم في التراك الصح. وده من الحاجات برضو اللي انا بحاول اعملها، مش بس ان احنا يعني نسوق للبرودكت بتاعنا وننشر البرودكت بتاعنا على مستوى العالم، لا انا بحاول ان انا يعني الفت النظر فعلا للتالنت بول، المهارات اللي موجوده فعلا عند الشباب في مصر، ان احنا عندنا يعني كفاءات كتير الحمد لله ممكن ان هي تستغل ويطلع منها مش بس شركه واحده، لا شركات تانية كتير وشركات بره تيجي تستثمر في مصر. فدي من الحاجات برضو ان الواحد بيحاول يعملها، ان هو يبرز التالنت بول اللي موجود الحمد لله عندنا في مصر. فتكوين التيم ده تشالنج من الحاجات المهمه بالذات في بدايه اي ستارت اب. من الصعوبات والتشالنجز اللي واجهتنا هي ان كورونا كان ليها برضو اثر تاني، ان جزء كبير من الكفاءات في مصر بقى بيشتغل ريموتلي مع شركات اجنبيه خاصه في مجال السوفت وير، او بقت الفرصه للسفر في اوروبا اكبر بكتير من زمان. فالليفل بتاع السينيورز في مصر ده هو بالذات الناس مثلا من 3 ل 10 سنين خبره، الليفل ده كتير منه تم استنزافه، حصل برين درين في المرحله العمريه دي. والمرحله العمريه دي في الحقيقه هي من اهم المراحل، ان هم دول الناس اللي انت بتعتمد عليهم ان هم يعملوا اصلا ليدنج ومنتورنج للجونيورز والناس الصغيرين. فلما المرحله العمريه دي تختفي ده بيصعب جدا على اي شركه ان هي تعمل اكسبانشن، وبيصعب جدا على اي شركه ان هي تكبر من قاعده الجونيورز اللي عندها، لان الجونيورز محتاجين برضو ناس عندهم خبره يقدروا يعملوا لهم منتورنج وليدرشيب. فدي من التحديات اللي بتواجهنا احنا، بتواجه كل الشركات في الحقيقه اللي في مصر اللي شغاله في مجال التكنولوجيا. برضو من التحديات الثانيه، ودي برضو تحدي بيواجه شركات كثيره شغاله في مجال الالكترونكس تحديدا، ان الانفستورز ما بيفهموش في اللي احنا بنعمله قوي، او بيحسوا ان هي حاجه علميه زياده عن اللزوم، مش زي الابلكيشنز اللي الناس بتنزلها على الموبايل وتوصل وتعمل ديليفري اللي هي ممكن تبقى يونيكورن وممكن تبقى ولا حاجه، تمام. فبالتالي انك تلاقي انفستورز يستثمروا في المجال ده من الحاجات التشالنجينج. وبعد ما انت تبدا تبني البرودكت بتاعك يبقى عندك كاستمر بيز، بتبقى قدامك حاجه من اتنين، يا اما انت تبقى معتمد على الدخل بتاعك وتكسباند على قد الريفينيو اللي بيجي لك، يا اما انك تحاول تجيب انفستور عشان يكبر البيزنس بتاعك وتقدر تعمل اكسبانشن اسرع على يعني كذا على كذا جبهه. فدي احد التشالنجز اللي موجوده في مصر تحديدا، ان مفيش انفستورز في المجال بتاعنا، او الانفستورز ما عندهمش درايه كبيره بالمجال بتاع الالكترونكس والمجال بتاع السيمي كوندكتورز بشكل يدعم الشركات الناشئه في المجال ده. فده برضو تحدي كبير بيفرض على الشركات في الحقيقه ان هي تبقى يعني معتمده على نفسها ومعتمده على البرودكتس بتاعتها، ان هي اللي تمول البرودكتس الجديده والمراحل اللي عايزه تقطعها في البرودكت ديفلوبمنت او في الماركتنج او غيرها. انا اعتقد ان في جزء، يعني انا ما اتكلمت انا مع شويه مستثمرين في الفتره اللي فاتت ديت، يعني هم حلمهم يدفعوا استثمار في شركه يجي يبيعها بعد 3 سنين او 5 سنين. اعتقد ده في حد ذاته لو جينا بصينا له في مجال الالكترونكس، يعني ما ينفعش نتكلم قبل 5 او 7 سنين لما يبدا يبقى لها بوزيشننج في الماركت في الانترناشنال، يعني ويبقى لها اسم وفي تراست في البرودكت ساعتها. فبشكل كبير بحس ان somehow هو حاجه حالمه شويه ومش اتشيفبل، يعني 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 اعتقد المكان الصح الانفستورز يخشوا في الاندستري دي بيعمل حسابه على لونج تيرم انفستمنت، بس بيبقى في الاخر البروفيت بتاعه بيبقى حاجه محترمه جدا، واي ثينك ان هو مش اقل من 7 سنين ل 10 سنين لما يعمل اكزيت. حقيقي يعني مثلا لو خدنا مثال على مثلا سايوير في السبكترومتر ديفلوبمنت، قلت لك ان اول ما اتخرجت اشتغلت في السبكترومتر وده كان سنه 2007، تمام، على دفعه 2007،
والسبكترومتر يعني قعد 10 سنين يمكن لحد لما بقى يعني ماتيور برودكت فعلا وتقدر انت تسوقه وتبدأ تركز بقى على مرحلة تسيب بقى مرحلة الجانب التقني والتكنيكال ديفلوبمنت وتركز اكتر على الابليكيشن ديفلوبمنت والماركتينج والحاجات دي كلها. فاكيد الموضوع بياخد سنين طويلة. ممكن الموضوع عندنا مختلف شوية لان احنا في الاخر البرودكت بتاعنا ما هوش هاردوير زي السبكترومتر. احنا في الاخر بنعمل سوفتوير بس انت شغال في مجال يعني very specialized زي ما يعني قدر نقول مش مجال بيخدم الببليك كونسيومرز. لا في الاخر احنا شغالين في اندستري اللي اسمها الكترونيك ديزاين اوتوميشن اللي هي اندستري بتخدم الديزاينرز بتعمل سوفت وير عشان الديزاينرز هم اللي يستعملوه. فانك تلاقي حد بقى يقدر ان هو يستوعب المجال ده ويبقى فاهم التحديات بتاعته ويقدر بس مش مجرد ان هو يبقى انفستور يساعدك بالفلوس, لا ان هو كمان يبقى عنده نتورك في المجال ده يقدر ان هو يساعدك انك تبنتريت الماركت ده كمان يعني تشالنج تاني. يعني مش مجرد بس تشالنج ان يبقى فيه انفستور يحط الفلوس بتاعته, لا انت عندك التشالنج ان الانفستور يكون هو عنده قدره ان هو يدعمك من ناحيه الماركت بنتريشن, من ناحيه النتورك بتاعته, من ناحيه السيلز, من ناحيه الحاجات دي كلها. فده برضو من الايه من التحديات بتاعت اي حد حابب ان هو ينشئ ستارت اب في المجال بتاعه. صحيح. طب الدكتور هشام يعني الفكره بتاعت الستارت ابس ايه اللي الطلبه النهارده بيشوفوه عشان يفهموا الماركت ماشي ازاي؟ لان انا بصراحه بحس الخريجين الجداد وانا واحد من الناس اللي شغال في التالنتس دلوقتي وفي ليدرشيب وشايف شغل البريندين ومن التالنتس ومستوى الخريجين ومستوى الشغل وحقيقه في كمان يعني كارثه جديده بقت ممكن سحبه ممكن تحصل للتالنتس بسبب بس مجرد يعني فرق في السالري او حاجه زي كده. ايه الطريقه اللي بتشتغلوا بيها مع الطلبه عشان المايند سيت بتاعتهم كموظفين او كان او في سوق التوظيف؟ يعني ايه المجهود اللي بتعملوه كدكاتره عشان تساعدوهم غير ان حبهم للناحيه التقنيه؟ الناس بتحب برضو الفلوس وبتحب البرستيج وبتحب في حاجات كتير تانية بتشدهم يعني. فايه نوعيه الاعداد اللي ممكن تكون الجامعه بتقدمها اليومين دول عشان تعلم الناس تختار ازاي ولما تبقى داخله حاجه تبقى كوميتد وتكمل في الالتزام بتاعها لغايه الاخر؟ يعني عارف ازاي؟ لا هو انا اقدر اقول ان يعني مفيش حاجه منهجيه بتتم الصراحه, يعني تبقى كلها يعني جهود فرديه وفي الاخر انت عندك يعني الناس ربنا خلقهم مختلفين فانت هتلاقي الانواع كلها. هتلاقي النوع اللي هو نفسه فعلا يفضل مثلا في مصر ويعمل حاجه والحسن الحظ يعني ان ايه بيبقى صعب انك تسافر برا غير لما تاخد خبره زي ما كنت بحكي يعني من شويه. يعني محدش بيسافر وهو جونيور, لا انت لازم توصل لسينيور ليفل عشان تبقى تلاقي فرصه. فعلى الاقل يعني الجونيورز الشاطرين موجودين الحمد لله في مصر, فدي ميزه يعني المفروض ان الشركات تبدا ان هي تستغلها. ولو حس بقى ان هو فعلا يعني في المكان بتاعه هنا في مصر بيعمل حاجه ليها معنى, هو جزء فعلا من المنظومه دي, بيبقى ليه امباكت. ودي من الحاجات اللي انا يعني انا شخصيا بحبها وبحاول ان انا انقلها للناس اللي حواليا, ان مش بس الشغل بتاعك يعني حاجه هتاخد عليها فلوس, ومش بس الشغل بتاعك ده يعني حاجه بتعملها بشكل روتيني, لا لو تقدر ان الشغل بتاعك ده يكون ليه اثر يكون ليه امباكت فاكيد دي حاجه اجمل. من ساعه ما انا كنت بتكلم على ان الريسيرش ما يكونش مجرد بحث على الرف, لا يكون ليه اثر في المجتمع حواليك او في الصناعه او ليه فايده فعلا ملموسه, لحد لما شغلك برضو في اي شركه لو انت شغلك ده فعلا يقدر ان هو يكبر شركه في مصر وينميها ويخليها توصل يعني لمستوى شركات بره, فانت بتعمل حاجه ليها معنى اكبر بكتير واعظم بكتير من مجرد انك تكون ترس صغير في شركه مالتي ناشونال بتأدي وظيفه روتينيه وبتاخد عليها اجر. لا الموضوع يعني انت ليك رساله, انت ليك امباكت, انت ليك هدف. فدي من الحاجات المهمه اللي فعلا لما يعني حد فعلا يعني بيقتنع بيها بيبدا يغير من المفاهيم بتاعته, بيبدا يغير من الدوافع اللي على اساسها بيتخذ القرارات بتاعته. فدي حاجة أنا شخصيا يعني أنا بحبها بصفة شخصية وبشجع كل الناس إن هم يدوروا عليها برضو, إن هي بتدي معنى مختلف للشغل بتاعك عن إن هو مجرد حاجة روتينية بتجيب لك فلوس. أعتقد إن ده من يعني من أهم الدروس اللي اتكلمنا فيها النهاردة. حضرتك لما اتكلمت
في الاول على دور المعيد وازاي تبقى السعيد انك معيد، واتكلمت على الثلاث حاجات الهدايه والتعليم، واتكلمت على الاثر والرزق اللي يبقى موجود بسبب ان تكون سبب في الحاجات دي كلها. النهارده اعطاء معنى للشغل نفسه والعمل وتعزيز ده عند الطلبة، ده في حد ذاته أنا أعتقد أنه في دور الهداية وفتح باب رزق، وربنا كده يفتح بيك صدور الناس. بس فعلا أنا ببقى محتار قوي من القرارات اللي بياخدها الشباب في الكارير ديسيشن ساعتهم اللي في الأول، يعني أول يمكن خمس ممكن عشر سنين كمان بشوف تخبطات رهيبة، بشوف سيفيهات غريبة جدا، يعني بشوف طلبة متخرجين فعلا. وبعدين ببقى حتى انا نفسي كحد ريكروتر او حد بياخد ديسيشنز في ساعات في حاجات زي كده، او بينصح شركات يختاروا مين او ما يختاروش مين، وبشتغل في اسسمنت سنترز بقول لهم بصراحه لما هو يبقى عارف يبقى عايز ايه تبقى تاخده، انما غير كده هتاخده بريسك عالي جدا وهو مش حاطط معنى اصلا، عارف في الاخر 2 جنيه ممكن يمشوه من الشركه للتانيه، ما كانش مش لدرجه 2 جنيه، بس هي الفكره ان سبحان الله الفكره بتاعت الصبر على تحقيق المعنى اللي الواحد حاطه ده، والصبر على تحقيق اللي هو مفيش لونج تيرم جول، مفيش حاجه، تلاقي في الاخر قرارات ما تبقاش واضحه قوي انها ايه ماشيه في اتجاه متسق يعني، وفي الاخر تساعد على ان الواحد يوصل لنتيجه في الاخر تبقى مرضيه ليه وللاخرين. وده اعتقد ان هو درس من الدروس المهمه جدا جدا يعني، ربنا يبارك فيك. حاجه تانية احنا طولنا على الناس بقى كده يعني انا احنا داخلين على في ماتش وكاس عالم كمان 8 دقايق في اخر قبل ما نقفل 8 دقايق دول، حضرتك كمان لازلت في المجال الاكاديمي والدكاترة بصراحة يعني أنا ما جربتش حضرتك كدكتور لسبب أن أنا متخرج 2000 قبليك بسبع سنين يعني يعني ومحدش من ولادي دخل هندسة فما عرفش بصراحة إيه بس ما شاء الله في محبة كبيرة قوي بينك وبين الدكاترة. يعني بتعمل إيه وقت الامتحانات بقى، وقت الشيتات، وقت الأكتيفيتيز والحاجات دي كلها؟ أعتقد أنها بتبقى فيها خنقة شوية للطلبة يعني ما عرفش حاجة النوعية بتاعت اللي حضرتك بتحطها، هل بتسهلهم الدنيا، بتعمل يعني إيه اللي بيخليهم مبسوطين وبيحبوك كده مع، ولا في دارك سايد للدكتور هشام ما حدش لا اكيد طبعا اكيد بس اكيد ما جوش التوك يعني كله بيعدي ولا ايه الاخبار؟ لا طبعا يعني طبعا انا بقول للطلبه لو انت حطيت يعني امتحان اكيد كل طالب نفسه يجيب الدرجه النهائيه. لو كل الطلبه جابوا الدرجه النهائيه فهي حاجه من اثنين، يا اما انت دكتور فاشل يا اما الطلبه كلهم عباقره، تمام؟ فدي اكيد حاجه مؤلمه ان انت لازم يعني تقيم الناس وتبين الفروقات ما بين مستواهم. يعني اي امتحان ناجح لازم يفرق ما بين مستويات الناس، ولو ما عملش كده يبقى هو كده امتحان فاشل او طلبه كلهم عباقره، ودي للاسف مش هي الواقع. ان ربنا خلق الناس متفاوتين، فبالتالي يعني ده جزء من الواقع. بس يعني لو بصينا عليها من ناحيه تانية، يعني مش النجاح ان انا اطلع الاول، ومش النجاح ان انا اعمل شركة يعني، ومش النجاح ان انا ابقى مشهور. لو انت صلحت بقى المفاهيم عندك ان مش هي دي اصلا الحاجات اللي بتقيس عليها النجاح، هتلاقي نفسك مبسوط وراضي وسعيد. يعني احنا في الاخر كلنا بنبذل محاولات يعني ان احنا نصلح نيتنا ونحاول ندي ربنا سبحانه وتعالى ونحاول يعني نعمل الحاجة الصح. فدي كلها محاولات يعني، كلنا بنحاول، اللي طلع الاول بيحاول واللي طلع الاخير برضو بيحاول. والنجاح ان انت تحاول احسن، النجاح ان انت فعلا تكون حاطط قدامك يعني غايه ونيه صالحه وتحاول ان انت تبقى بترضي ربنا سبحانه وتعالى في كل خطوه انت بتعملها، هو ده النجاح الحقيقي في الحياه. ربنا بقى يعني وفقك انك تبقى مثلا مشهور، مش هو ده النجاح، ده اختبار اصلا، ده اختبار جديد. ربنا اداك عكس كده فده برضو اختبار. ربنا خلاك تبقى غني، ده اختبار. ربنا اداك عكس كده، ده اختبار. فلو انت فهمت الدنيا بالشكل ده يعني هيبقى يعني التعلق بالنجاحات الدنيويه للناس بتقيس بيها قد ايه الشخص ده ناجح هيبقى اقل بكتير، وهتشوف الامور بقى على حياتها. احنا كلنا في امتحان وكلنا بنحاول، صحيح. وكل واحد بيجتهد ان هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى. كونك بقى في الدنيا وصلت لفين فدي مش شغلتك يعني، انت عليك ان انت تمشي في الطريق وتحاول تصلح نيتك وتحاول تعمل حاجة صح. بتوصل لفين بقى ده جزء من الاختبار بتاعك، وكل واحد فينا عنده اختبار غير التاني. يعني في واحد ربنا بيختبره بالغنى، واحد ربنا بيختبره بضيق الرزق، واحد ربنا بيختبره بالشهرة، واحد ربنا بيختبره من هو ما يوفقش في أعماله الدنيوية. والدنيا بتتغير أصلاً، دينا احنا بنشوف شركات بتبقى شركات عملاقة
وفي يوم بتقع الشركة وتبقى ولا حاجة. وشفنا الكلام ده كتير. وفي العلم، العلم ملوش نهاية، يعني بتلاقي ناس علماء كبار وتلاقيهم في حاجات صغيرة بتغيب عنهم، ممكن يكون طالب صغير عارفها والعالم الكبير ده ما يعرفهاش. فبالتالي يعني ان احنا بس نصلح نظرتنا للدنيا، نحاول نقيس الأمور بمعيار صح، ده هيريح يعني بالنا، وهيخلي كل واحد في الحقيقة عايش في الامتحان بتاعه بيحاول يعمل فيه أحسن حاجة، من غير ما يكون حاطط لنفسه أهداف وهمية هو شايف إن الأهداف دي فيها سعادته، مع إن في الحقيقة دي كلها مراحل واختبارات الإنسان بيمر بيها. أعتقد دكتور اللي حضرتك قلته ده يعني lesson for life، مش بس يعني للطلبة ولا يعني لغاية ما الواحد يشيب محتاج يعني الكلمتين دول يعني مش بس يحطهم في ودنه، لا هو محتاج يتعلم ازاي منهجهم في حياته. يعني هي طريقة حياة، مش بس كلام. وربنا يجازيه خير والله على فعلا الفكرة بتاعتها. انا يعني بشكل كبير حاسس قد ايه طالعة فول هارتد يعني، وما شاء الله كمان اتلانز يعني. وهنا يمكن بعض الناس كاتبين شويه حاجات، فادي برضو، فادي ما شاء الله معانا من اول حلقه لاخرها. يعني بعض الاسباب اللي مخليانا بنحب الدكتور ان كورساته وتدريباته اتاحت فرصه لناس في مناطق مظلمه من الكوكب يعرفوا حاجات من اللي كانت بتتقال في النور بس. واحمد عكاشه كان بيتكلم على الامتحانات وقت ما كنت بتكلم، بيقول ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. محمد عبد الخالق بيقول الدكتور بيخيرنا مين يحترم الجي بي اي، مبين يحترم الجي بي اي. وبعدين في محمد حاتم، I'm happy to hear your success story دكتور هشام. وفي يمكن حد برضو كاتب هنا عاوز اقول لحضرتك انه دفعات كامله على مستوى جامعه الصعيد مدينه بالشكر لحضرتك في المجال، فجزاكم الله عنا خيرا. وليد عبد الغني. وفي يوسف موسى بيقول الطالب مننا بيفضل يحول درجات عشان يصرف على امتحان دكتور هشام. فده رد فعل يعني على كل اللي اتكلمت عليه في اخر حبه دول. في حد مش عارف ايه نيو نيوز ده، انا مش عارف، بس حد على اليوتيوب يعني اسمه كده، توك اباوت يو اس باتنت ان مام ريزيستور دكتور هشام. انا مش فاهم ايه بالظبط الموضوع، بس واضح ان في موضوع مش هم. فلو عايز حاجه تتكلم عن الموضوع ده عشان يعني ايه، ده كان احد الحاجات اللي كنت بشتغل فيها في اثناء فتره الدكتوراه، بس حاليا مش بشتغل في الموضوع ده. تمام، عشان ده بشكل كبير واضح انه مش عايز تتكلم ترد عليه السؤال ده يعني. لا مش شغال انا في المجال ده حاليا. طيب تمام، ربنا يكرمك. يعني عموما يا دكتور بجد كان لقاء رائع، ولا زال الكلام ما شاء الله في مساحات كبيره قوي للاسئله ومساحات كبيره قوي للاستفاضه. بس اعتقد عشان في بعد دقيقتين هيبدا ماتش السنغال وانجلترا، واحنا لايف دلوقتي كاس العالم، عارف الناس هتلاقيها ايه يعني، هنفقد الجمهور يعني بتاعنا. فحابب حاجة بقى يعني تقول كلمه اخيره قبل ايه نهاية الموضوع، ولو في حاجة عايز تقولها عن ميمز يعني، عن ماستر مايكرو، وعايز تتكلم عن شوية عن الـ يعني البرودكت اللي حضرتك بتعمله اللي هو الانالوج ديزاين كيت او تول كيت، نتكلم عنه بشكل مستفيض شوية، بحيث ان برضو يبقى الناس فاهمة، حتى لو في ناس عندها انترناشنال نتورك بتبروموت حاجة او كده وسمعانا اليومين دول تبقى عارفة حضرتك يعني بتعمل ايه. فحد يعني حساس حاجة ان ايه تاخد بالنسبة للبرودكت بتاعنا. بالنسبة للبرودكت بتاعنا، فالبرودكت بتاعنا يعني بابليك، والناس اللي طلبة اللي في مصر يعني كلهم اكيد اللي شغالين في مجال بتاع الانالوج ديزاين احتكوا بيه وعارفينه كويس. والهدف منه انه هو يخلي عملية الانالوج ديزاين بدل ما هي عملية اد هوك بتعتمد على الفهلوة كده زي ما بنقول يعني بالعامية، لا تبقى عملية سيستماتيك منهجية واوبتمايزد وسريعة وممتعة. فدي دي دي ببساطة يعني التارجتس اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل لها بإذن الله، واللي بنبني عليها برضو البرودكتس الجديدة اللي احنا بنعملها. كيعني كخاتمة بقى للحلقة، يعني زي ما انا كنت بقول من شوية، ما تفتكرش ان السعادة انك توصل، ان في الحقيقة مفيش حد بيوصل يعني، ولا في العلم ولا في المال ولا في الجاه، مفيش حد بيوصل. والسعادة في الحقيقة هي في الرحلة بتاعتك وانت في الطريق. فحاول تستمتع بكل لحظة من وانت طالب، وبعد كده لما تتخرج وانت جونيور، بعد كده وانت سينيور،
ما تبقاش متخيل انك لما توصل هتبقى مبسوط، لا حاول يعني تستمتع باللحظة اللي انت فيها وبالاختبار اللي ربنا ادهولك. وزي ما كنت بقول بقى انك يعني تحاول تصلح نيتك وتقيس النجاح بشكل سليم، فهو ده في الحقيقة الحاجة اللي هتخليك بتستمتع بكل مرحلة في حياتك. وتاني كلنا بنحاول وبنحاول نمشي في الطريق، وربنا بيحط لنا اختبارات وبنحاول ان احنا ننجح في الاختبارات دي، بنوصل لايه الله اعلم، فربنا يوفقنا جميعا طبعا. واكيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ده يعني اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يكون يعني اكثر دعائنا احنا كمان. فيعني نختم بقى الحلقه بربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين يا رب. وفي الجمهور بيطالب بارت 2، وعايزين نشكر كل المستنيين اللي استنوا معنا الوقت ده، ونشكر الدكتور هشام على الرحلة الممتعة ديت. يا دكتور هشام بجد يعني سبحان الله، يعني ربنا يصل لحضرتك الطريق وفتحت سكة كده عكس التيار برضو، يعني ستارت اب تخرج من الجامعة انتهت بذلك، بس بدأت الأول خالص بالاتجاه ناحية الشرق، ناحية الشرق بدل الغرب، وده في حد ذاته يعني سباحة عكس التيار. والرجوع من هناك بقيمة وإضافة للمعمل وإضافة للأبحاث وإضافة للبلد كلها، والوصول لقرى الصعيد وفتح شانلز استخدام السوشيال ميديا وبتاع. اللهم بارك، يعني ربنا يفتح على حضرتك ويزيد بحضرتك علما ويضع ده كمان في أثر السابقين لحضرتك، يعني الدكتور خالد والدكتور عمرو والدكتور هاني وكل الدكاترة وأساتذتنا يعني الفاضلين كلهم والتيم بتاع سايبر. وبجد كذا حد بيكتب دلوقتي ويتنج بارت 2 بارت 2 عمالين يطلعوا دلوقتي، فإن شاء الله بإذن الله نتمنى اللقاء تاني إن شاء الله مع حضرتك، ودايما وجود حضرتك كده ويعني ربنا يفتح بيك ويفتح بيك قلوب كده كتيرة، ويفتح يعني بالبرودكت بتاع حضرتك كتير قوي ويأسست بيه شركات ويفتح بيه خير للبشرية والإنسانية كلها. نشكر حضرتك وجزاك الله خيرا، وربنا يتنفع في الدنيا حسنا. شكرا يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم.